بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايبي ان شاء الله هناخد اكسرسايز جديد، هناخد اكسرسايز بارت اي او اكسرسايز 8 بارت 2، تمام؟ هناخد التكمله بتاعت مالتيبلاينج وديفايدنج الجبريك فراكشنز، تمام كده يا شباب؟ احنا خدنا ان شاء الله بارت 1 وهنكمل النهارده بارت 2. يلا على بركه الله نبدا. اول كويشن معايا هنا بيقول لي ان ايتش اوف ذا فولوينج فايند ان اوف اكس ان سمبلست فورم شوينج ذا دومين اوف ان، تمام. طيب اول حاجه هعمل ايه؟ هقول له والله اعمل لها سمبلفاينج او اعمل لها فاكتورايزيشن، اقول له ال ان اوف اكس ايكوال. طيب ونشد شرط الكسر. اللي فوق انا ممكن اخد منه مين؟ ال 3 كومان فاكتور. لما اخد 3 كومان فاكتور هتفضل لي من هنا اكس ماينس 5 تحت الاكس بلس 3 زي ما هي. اقول له الديفايد تتحول لمالتبلاي، وركز بقى معايا قوي في الحته دي عشان هنعملها في كل المسائل اللي جايه. انا عندي من هنا بحول الديفايد لمالتبلاي واشقلب الكسر. طيب الفراكشن ده لما اشقلبه قال لي دي المفروض تطلع فوق، بس بدل ما اطلعها فوق وبعد كده اعمل لها فاكتورايزيشن، لا ده انا اعمل لها فاكتورايزيشن بالمره، يبقى انا هاخد منها ال 4 كومان فاكتور، كاني بعمل لها فاكتورايزيشن بدل الدنوميتور اللي احطها في النوميريتور، واقول له اخد منها ال 4 كومان فاكتور، فيبقى 4 خدتها اكس هتفضل لي اكس بلس 12 ديفايدد 4 اللي يطلع لي ب 3. اللي فوق بقى انزلها، يبقى انا عندي هنا ادي 5، واخد منها مين؟ قال لي والله خدت ال 5 كومان فاكتور، يبقى تفضل لي اكس ماينس ال 5. من هنا ابدا اجيب الدنوميتور، او قصدي اجيب الدومين، يبقى انا هساوي الدنوميتور بالزيرو، والدنوميتور ده بالزيرو، والنوميريتور الثاني بالزيرو، والنوميريتور مين؟ الثاني بالزيرو. بص يا حبيبي في الديفيجن بعمل ايه؟ قال لي والله انا بساوي الدنوميتورز بالزيرو، والنوميريتور الثاني كمان بالايه؟ بالزيرو، والنوميريتور الثاني ماله يا بابا؟ قال لي بالزيرو، تمام كده؟ قال لي تمام. طب جميل. يبقى انا عندي من هنا هساوي ده بالزيرو، فيبقى الاكس بلس 3 ايكوال زيرو، يعني منها الاكس ايكوال كام؟ قال لي يعني منها الاكس ايكوال نيجاتيف 3. ساوي ده بالزيرو، يعني منها الاكس ايكوال كام؟ قال يعني منها الاكس ايكوال 5، يبقى دي الاكس ايكوال كام؟ قال الاكس ايكوال 5. طب جميل، بعد كده انا عندي هنا ايه؟ قال والله انا عندي من هنا الاكس بلس 3، الاكس بلس مين؟ قال الاكس بلس 3. طب ما انا الاكس بلس 3 دي جبتها مره اهي، خلاص بقى مش لازم اسويها ثاني بالزيرو، يبقى انا عندي من هنا اقول له ان الدومين تمام اوف ان ايكوال ار ماينس ماينس مين؟ هقول له النيجاتيف 3 وال 5، النيجاتيف 3 ومين؟ قال وال 5. تمام؟ قال تمام. بعد كده اعمل لها سمبل فاي، x بلس 3 تروح مع x بلس 3، x ماينس 5 تروح مع x ماينس 5، يتفضل لي من فوق قال لي 3 ملتبلاي 4، يبقى اقول له ال n of x ايكوال 3 ملتبلاي 4 قال لي ب 12 اوفر مين؟ قال لي اوفر ال 5 اللي باقي هنا. نروح للي بعده نمبر 2، بيقول لي برضه انا عايز اعمل لها فاكتورايزيشن واجيبها في السمبلست فورم. طيب اقول له ال n of x ايكوال ونشد شرط الكسر، اقول له اللي فوق ده اسيبه زي ما هو، يبقى انا عندي هنا ادي x ماينس 1، اللي تحت اعمل له فاكتورايزيشن، افتح تو براكتس هيبقى عباره عن x واكس، ساين واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، وال1 عباره عن 1 ملتبلاي 1، الديفايد تتحول لملتبلاي واشقلب الكسر، خلي بالك معايا. اللي في الدنومينيتور بطلعه فوق في النومينيتور بس اعمل له فاكتورايزيشن. هيبقى عباره عن اكس واكس، الساين الاخيره نيجاتيف يبقى واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، وال5 عباره عن 5 ملتبلاي ال1. طب واللي فوق اللي ممكن اعمل لها اخد منها الاكس كومان فاكتور، لو خدت الاكس كومان فاكتور هتفضل لي مين؟ اللي عباره عن اكس ماينس 5. هساوي الدنومينيتورز بالزيرو والنوميريتور الثاني بالزيرو، فساوي ده بالزيرو اللي يبقى منها الاكس ايكوال نيجاتيف 1، ساوي ده بالزيرو يعني منها الاكس ايكوال 1، ساوي ده بالزيرو يعني منها الاكس ايكوال 0، وساوي ده بالزيرو يعني منها الاكس ايكوال كام؟ قال لي 5. طب اكس بلس 1 ساويتها مره، اكس ماينس 5 ساويتها مره، يبقى من هنا اقول له ان الدومين تمام اوف ان ايكوال ار ماينس نيجاتيف 1 و1 والزيرو وال5، تمام؟ قال تمام. طب جميل. بعد كده بقى اختصر، اكس ماينس 1 تروح مع اكس ماينس 1، اكس بلس 1 يروح مع اكس بلس 1، اكس ماينس 5 تروح مع اكس ماينس 5، بتفضل لي من فوق اقول له ان اوف اكس ايكوال 1 اللي فاضل من فوق واللي تحت ما فاضلش حاجه غير الاكس، بقول له 1 اوفر مين؟ 1 اوفر اكس. اللي بعدها عندي نمبر 3 زيها، هعمل ايه؟ هقول والله اول حاجه اعمل لها فاكتورايزيشن، بقول له انا عندي من هنا ان اوف اكس ايكوال، ركز بقى معايا، افتح براكت واعمل لها فاكتورايزيشن، اقول له ادي اكس واكس، يلا هيبقى عندي هنا اكس واكس، الساين الاخيره نيجاتيف يبقى واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، وال3 عباره عن 3 ملتبلاي 1، الكبير ياخد الساين اللي في الميدل، يعني 3 تاخد البوزيتيف وال1 ياخد النيجاتيف، تحت اكس بلس 3 هقول له كل ده المفروض هنا تبقى ملتبلاي. طيب اللي تحت ده يطلع فوق ادي اكس بلس 1، ده انزله تحت اعمل له فاكتورايزيشن بالمره، فيبقى عباره عن اكس واكس، الساين اللي هتبقى واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، وال1 عباره عن 1 ملتبلاي 1، اساوي الدنومينيتورز بالزيرو، ده بالزيرو، يبقى الاكس ماينس 3 ايكوال 0، يعني منها الاكس ايكوال 3 او نيجاتيف 3، معلش الاكس ايكوال نيجاتيف 3، ساوي ده بالزيرو يعني منها الاكس ايكوال 1، ساوي ده بالزيرو يعني منها الاكس ايكوالز نيجاتيف 1، ساوي النوميريتور الثاني ما اكس بلس 1 عملناها مره، يبقى من هنا اقول له ان الدومين تمام اوف ان
equals r minus هقول له مين negative 3 وال1 وال negative 1. بعد كده اعمل لها simplify اختصر x plus 3 تروح مع x plus 3. x minus 1 تروح مع x minus 1. x plus 1 تروح مع x plus 1 يبقى اتفضل لان n of x equals كام؟ قال لي equals 1 يبقى equals كام يا حبيبي؟ قال لي equals 1. فهمناها كده ازاي؟ نروح للي بعده. اللي بعدها عندي هنا number 4 بيقول لي برضه انا عاوز اجيب مين؟ عاوز اجيب دي في simplest form. طيب يا سيدي اعمل ايه؟ هقول له اول حاجه اعمل لها factorization. احنا يا دوبك هي نفس الخطوات، احنا ما بنقترحش العجله تمام؟ طيب اعمل لها factorization هعمل ايه؟ قال له والله الاولانيه اخد منها مين؟ قال له والله اخد منها كومان فاكتور. طيب يا سيدي او مش هاخد منها كومان فاكتور، اعمل لها factorization عادي افتح تو براكتس بقول له من هنا ل n of x equal اهو ونشد شرط الكسر تمام. طيب انا كنت بحسب دي ان هاخد منها كومان فاكتور، يلا افتح تو براكتس هيبقى عباره عن x و x، الساين الاخيره نيجاتيف يبقى واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، وال 15 عباره عن 3 ملتبلاي 5، ال 5 الكبيره هتاخد الساين اللي في الميدل، وانا عندي من هنا ال 3 تاخد البوزيتيف عشان هي الصغيره، افتح تو براكتس هيبقى عباره عن x و x، ال 9 3 و 3 نيجاتيف وبوزيتيف جميل. بعد كده اقول له ملتبلاي، الديفايد دي تتحول لملتبليكيشن. اقول انا عندي اللي تحت ده هطلعه فوق، هيبقى افتح تو براكتس ونحلله بالمره، هيبقى اكس واكس. الساين الاخيره بوزيتيف يبقى الاثنين شبه اللي في الميدل نيجاتيف. ال 9 قال لي 3 ملتبلاي 3. اللي فوق اخد منه 2 كومان فاكتور اتفضل لي اكس ماينس ال 5. بعد كده اجيب الدومين الاول اساوي ده بالزيرو ده بالزيرو ده بالزيرو ده بالزيرو كله بده بالزيرو. طيب اقول له يبقى الاكس بلس 3 ايكوال 0، يعني منها الاكس ايكوال كام؟ قال يعني منها الاكس ايكوال نيجاتيف 3. سو ده بالزيرو يعني منها الاكس ايكوال 3، سو ده بالزيرو يعني منها الاكس ايكوال 5. اكس ماينس 3 جبتها مره خلاص بقى مش لعبه هي، يبقى اقول له من هنا ان الدومين تمام اوف ان ايكوال ار ماينس ماينس مين؟ هقول له النيجاتيف 3 وال 3 وال 5. جميل قال لي جميل. طب بعد كده اعمل ايه؟ قال والله اختصر اكس بلس 3 تروح مع اكس بلس 3، اكس ماينس 5 تروح مع اكس ماينس 5، واكس ماينس 3 تروح مع اكس ماينس 3. اتفضل لي من فوق هقول له ان اوف اكس ايكوال اتفضل من فوق قال لي اكس ماينس 3 اوفر 2 تمام كده. بس يبقى انا كده جبتها فين؟ في السمبلست فورم. نروح للي بعدها، اللي بعدها نمبر 5 بيقول لي انا عاوز اجيب دي برده في السمبلست فورم. طيب اول حاجه اعمل لها فاكتورايزيشن، اقول له ادي ان اوف اكس ايكوالز. لازم يا حبيبي تكون عارف الفاكتورايزيشن بتاع بريب 2، لازم تحت ثاني اعداد ده لازم تكون عارفه مليون في الميه تمام. لو مش عارفه ارجع له تاني في الشرح، شوف اي شرح تاني هنا عند اي حد، المهم ان انت لازم تكون فاهمه فاهم. افتح تو براكتس يلا عشان ده لازم يا بابا، ده معتمد عليه مين؟ الحل كله. حتى في مسائل جايه بعد كده هتبص لازم محتاجه الفاكتورايزيشن ده بطريقه مهمه. لازم الاول اعمل دي ديفرنس بتوين تو كيوبز، احللها ازاي؟ اقول له كيوب روت الاولاني قال لي اكس، كيوب روت لل8 قال لي 2، الساين هنا نيجاتيف يخليها نيجاتيف، بجيب البراكت الكبير من البراكت الصغير، بقول له الاولاني تو ذا باور 2 يعني اكس تو ذا باور 2، الساين هنا نيجاتيف اخليها بوزيتيف، فيرست ملتبلاي سكند اكس ملتبلاي 2 يدينا 2 اكس، الاخير تو ذا باور 2 يعني يدينا بلس 4، واقول له اللي تحت افتح تو براكتس هيبقى عباره عن اكس واكس، الساين الاخيره نيجاتيف يبقى واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف. بعد كده 6 قال 3 ملتبلاي 2، الكبير بياخد الساين اللي في الميدل، اللي في الميدل بوزيتيف، من عندي هنا 3 وعندي هنا 2، الديفايد تتحول لملتبلاي. ركز اللي تحت ده هطلعه فوق بس اعمله فاكتورايزيشن، هاخد منه 2 كومان فاكتور، هيبقى عندي هنا اكس بلس مين؟ قال اكس بلس 3. ركز بقى قوي في الحته دي، انا عندي من هنا يا بابا لو بصيت ان البراكت الكبير ده اهو من الديفرنس بتوين تو كيوبز او سام تو كيوبز ده ما بيتحللش، يعني ما ينفعش اسويه بالزيرو تمام؟ تمام. يعني انا بصيت هبص الاقي ده شبه ده، يبقى ده ما بيتحللش، يبقى تن واخد ده يا بابا زي ما هو كده اهو وتن حاطه بس، فهمت ازاي؟ وتن واخد ده اهو زي العسل كده وتن حاطه. بعد كده اساوي الدينومينيتور بالزيرو، هيبقى عندي الاكس ماينس 2 ايكوال 0 يعني منها الاكس ايكوال 2، اساوي ده بالزيرو يعني الاكس بلس 3 ايكوال 0 يعني منها الاكس ايكوال نيجاتيف 3، اساوي ده بالزيرو قلنا ما بيتحللش يعني ما ينفعش اساويه بالزيرو، طب ده اساويه بالزيرو اكس بلس 3 ما عملناها مره، يبقى من هنا اقول ان الدومين اوف ان ايكوال ار ماينس 2 والنيجاتيف 3 تمام تمام. بعد كده اعمل لها سمبلفاي اختصر بقى ده كله يروح مع ده كله، x بلس 3 تروح مع x بلس 3، x ماينس 2 تروح مع x ماينس 2، اتفضل لي ان ال n of x equals كام؟ هقول له equals 2، يبقى ال n of x equals كام يا شباب؟ قال له لا معلش معلش ثانيه كده، يبقى انا عندي من هنا احنا خدنا من دي كومان فاكتور، يبقى انا عندي من هنا اقول له ال n of x equals كام؟ equals 2، صح مظبوطه كده. نروح اللي بعدها نمبر 6، بيقول انا عندي هنا ايه؟ بيقول لي برضه انا عايز اعمل لها فاكتورايزيشن. طب جميل، بص يا ابني اول حاجه احلل اللي تحت ده
اقول له الان اوف اكس. بقول لك ليه؟ عشان اوقات ممكن يكون اللي فوق ده ما بيتحللش، فاشوف لو طلع نفس البراكت الكبير يبقى مش هتحلل، طلع غيره يبقى احلله. تمام تمام، يبقى اقول له كل ده ايكوال. اللي تحت بقى قلنا ده اللي هيتحلل الاول، يبقى افتح براكت صغير وبراكت كبير، اقول كيوب روت الاكس بار 3 قلب اكس، كيوب روت ال1 قلب 1، احط ماينس. بعد كده اقول بجيب البراكت الكبير من البراكت الصغير، بقول له الاولاني ده باور 2 يعني اكس باور 2، الثاني هنا نيجاتيف اخليها بوزيتيف، فيرست ملتبلاي سكند اكس ملتبلاي 1 يدينا اكس، الاخير تو باور 2 يعني بلس 1. ده لقيته غير ده خلاص يبقى ده هيتحلل عادي، يبقى افتح تو براكتس عادي هنا خلاص واحلله، هيبقى عباره عن اكس واكس، الثانيه الاخيره بوزيتيف يبقى الاثنين شبه اللي في الميدل، اللي في الميدل نيجاتيف يبقى الاثنين نيجاتيف، وال1 اللي عباره عن 1 ملتبلاي 1. هقول له الديفايد تتحول لملتبلاي اكس ماينس 1 هتنزل زي ما هي. ببص الاقي ده اهو هو ده مش هيتحلل، ده نفس البراكت الكبير ما بيتحللش، يبقى تاني واخد ده حاطه زي ما هو كده اهو ما حللوش، يبقى اخليه في النمريت. اساوي الدنمينيتور بالزيرو، يبقى انا عندي هنا اكس ماينس 1 ايكوال زيرو، يعني منها الاكس ايكوال 1. ده قلنا ما بيساويش بالزيرو عشان ما بيحصلوش فاكتورايزيشن، طب اكس ماينس 1 اتعملت مره. طب النمريتور الثاني ما قلنا بقى هو ده هو ده ما بيتحللش، يبقى انا عندي من هنا اقول له ان الدومين of n equals r minus l1. بعد كده اعمل لها سمبلفاي، اختصر كل ده يروح مع كل ده، x minus 1 تروح مع x minus 1 و x minus 1 تروح مع x minus 1، تفضل ان n of x equals كام؟ ال equals 1 بس، يبقى انا كده جبت له مين؟ ال n of x. نروح اللي بعده نمبر 7، بيقول لي برضه انا عاوز اجيب دي فين؟ في السمبلست فورم. طب يا سيدي اول حاجه اعمل لها فاكتورايزيشن، ده ديفرنس بتوين تو كيوبس. طيب يبقى اقول له انا عندي من هنا ال n of x equals ونشد شرطة كسر. طيب اللي فوق اعمل له ديفرنس بتوين تو كيوبس، افتح تو براكتس، براكت صغير وبراكت كبير، الصغير اقول له كيوب روت الاكس باور 3 قلب اكس، الساين نيجاتيف كيوب روت 27 قلب 3. بعد كده هجيب البراكت الكبير من البراكت الصغير، اقول له انا عندي من هنا باب الاولاني تو ذا باور 2 يعني اكس تو ذا باور 2، الساين نيجاتيف اخليها بوزيتيف، اقول له فيرست ملتبلاي سكند يعني 3 ملتبلاي اكس يدينا 3 اكس، الاخير تو ذا باور 2 يعني اقول له بلس 9. اللي تحت ديفرنس بتوين تو سكويرز هيبقى عباره عن اكس واكس، ساين واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، وال9 اللي عباره عن 3 ملتبلاي 3، هقول له ملتبلاي واحول ده ال 2 اكس دي اللي اخليها فوق 2 اكس، اللي فوق اللي ممكن اخد منه الاكس كمان فاكتور، هتفضل من هنا الاكس ذا باور 2 بلس ال 3 اكس بلس ال 9. الله، طب ما انا لقيت ده البراكت الكبير هو نفس ده، يعني ده مش هيتحل. تمام، قال لي تمام، يعني ما ينفعش اسوي بالزيرو، يبقى من هنا اسوي ده وده بالزيرو والنمريتور الثاني بالزيرو، يبقى انا عندي من هنا الاكس ماينس 3 ايكوال زيرو، يعني منها الاكس ايكوال كام؟ قال لي 3. عندي اكس بلس 3 ايكوال زيرو، يعني منها الاكس ايكوال نيجاتيف 3. عندي 2 اكس ايكوال زيرو، يعني منها الاكس ايكوال كام؟ قال لي 0. يبقى انا عندي من هنا اقول له ان الدومين اوف ان ايكوال ار ماينس مين؟ هقول له 3 والنيجاتيف 3 والزيرو، ومين يا شباب؟ هقول له والزيرو. تمام قال تمام، واختصر بقى انا عندي ده كله يروح مع ده كله، اكس ماينس 3 تروح مع اكس ماينس 3، اتفضل لي ان الان اوف اكس ايكوالز اللي فاضل من فوق قال لي مين؟ قال لي 2 اكس، يبقى انا اللي فاضل من فوق مين؟ قال لي 2 اكس. طب ثانيه، ما انا عندي الاكس ده ممكن تروح مع الاكس دي، يبقى اللي فاضل من فوق 2 بس اوفر الاكس بلس 3. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ نروح للكويشن اللي بعده. كويشن بعد كده عندي هنا نمبر 8، بيقول لي عندي ان اوف اكس ايكوال اكس تو ذا باور 2 ماينس 3 اكس اوفر 2 اكس تو ذا باور 2 ماينس اكس ماينس 6 ديفايدد باي الكلام ده كله. طب بص يا سيدي اول حاجه هعمل ايه؟ هقول له ان اوف اكس ايكوال اللي فوق ممكن اعمل له فاكتورايزيشن، ممكن اخد منه ايه؟ ممكن اخد منه الاكس كومان فاكتور. طيب يا سيدي يبقى انا هناخد من هنا ادي الاكس كومان فاكتور، لما اخدها من هنا هتفضل اكس ماينس 3. تحت بقى قال هعمل لها فاكتورايزيشن ازاي؟ عن طريق المقص اهو، يبقى نعملها هنا كده، خلي بالك عشان هنمسح ده كمان شويه 2x وادي هنا x. بعد كده هقول له ال 6 عباره عن كام؟ قال لي 2 ملتبلاي 3، انا عايز الناتج اللي يطلع لي هنا 1، يبقى ممكن اخلي هنا 3 وممكن اخلي هنا 2، ليه؟ لان 2 ملتبلاي 2 اللي يطلع لي 4x، 3 ملتبلاي x يطلع لي بكام؟ قال لي ب 3x، لما اعمل لهم ماينس يطلع لي ب 1 فعلا، يبقى انا كده مشيت صح. طب انا عندي الساين الاخيره نيجاتيف، يبقى واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، الكبير بعد ما عملت له مالتيبليكيشن هو ده ياخد الساين بتاعت اللي في الميدل، يعني ياخد النيجاتيف. طب من هنا اللي طلع لي مالتيبليكيشن 4؟ قال والله ده 2، يبقى 2 ده هي الكبيره اللي طلعت لي العدد الكبير، يبقى انا عندي دي اللي هتاخد النيجاتيف وال3 هتاخد البوزيتيف، يبقى انا عندي من هنا بقى هم دول ال2 براكتس بتوعي، هيبقى عباره عن
2x plus 3 multiply x minus 2. بعد كده هقول له الديفايد دي تتحول لمالتبلاي، يبقى اقول له هنا مالتبلاي واشقلب الفراكشن. خلي بالك انا عندي 4x to the power 2 minus 9 دي في الدينومينيتور، احطها فوق في النمريتور بس اعمل لها فاكتورايزيشن بالمره، هيبقى السكوير روت لل 4x to the power 2 اللي عباره عن 2x و 2x، الساين واحده نيجاتيف يبقى انا عندي هنا الاول يرجع، هيبقى دي عباره عن 2x، اقول له هنا 2x وهنا 2x، الساين واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، وال 9 اللي عباره عن 3 مالتبلاي 3. بعد كده اللي فوق دي تنزل تحت، هاخد منها ال2. لا ده مش هينفع اخد ال2، ده عندي هنا x وهنا x، يبقى ممكن اخد الاكس وطبع، او ممكن اخد الاكس بس كمان فاكتور، فضل من هنا مين قال لي 2x ماينس مين قال ماينس 3، تمام قال لي تمام. طب جميل، بعد كده هعمل انا هنا ايه؟ هقول والله خلاص انا عندي من هنا ابدا اعمل لها، اجيب الاول الدومين واساوي الدومينيتور بالزيرو، اساوي ده بالزيرو يبقى منها ان 2x بلس 3 ايكوال 0، يبقى منها x او 2x equal negative 3، يبقى منها x equal negative 3 over 2. طب جميل، ساوي دي بالزيرو هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي من هنا ان x minus 2 equal 0، يعني منها x equal 2، ساوي ده بالزيرو قال لي منها x equal كام؟ قال لي منها x equal 0. طب جميل، بعد كده فاضل لي مين؟ قال لي 2x minus 3 اساويها بالزيرو، يبقى اقول له من هنا ان 2x minus 3 equal 0، يعني منها 2x equal كام؟ قال لي 3، يعني منها ال x equal كام؟ قال لي 3 over 2، تمام؟ قال لي تمام. طيب هساوي مين تاني؟ قال لي ساوي النمريتور بقى بالزيرو، النمريتور التاني، ما 2x minus 3 عملتها مرة تحت، 2x plus 3 عملتها مرة اهي، يبقى خلاص ما ينفعش بقى اعملها تاني، يبقى من هنا اقول له ان الدومين كده الدومين of n equal r minus minus مين بقى؟ قال لي negative 3 over 2، negative 3 over 2 و 2، ومين كمان قال لي وال 0، وكمان قال لي وال 3 اوفر 2، تمام. طب تمام، بعد كده ابدا اعمل لها سمبلفاي، هشوف لو حاجه من فوق تروح مع حاجه من تحت، 2x minus 3 تروح مع 2x minus 3، عند الاكس تروح مع الاكس، 2x plus 3 تروح مع 2x plus 3، يتفضل لي من فوق ايه؟ قال لي x minus 3 اوفر x minus 2، يبقى انا عندي من هنا هقول له ان ال n of x equals اللي فاضل من فوق هقول له x minus 3، واللي فاضل من تحت قال لي x minus 2، تمام كده شباب، يبقى انا كده جبتها له في ايه؟ في السيمبلست فورم. اللي بعدها نمبر 9 برضو عايز اجيبها في السيمبلست فورم، اقول له يبقى ال n of x equal، ركز بقى معايا ونعمل لها فاكتورايزيشن، اهم حاجه ان انت تكون عارف الفاكتورايزيشن ده بتاعت تاني اعداد يا عسل، يبقى المفروض تكون عارفه. طيب اللي فوق افتح تو براكتس، يلا اهو هيبقى عباره عن x و x، ساين واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، وال2 عباره عن 2 ملتبلاي 1، الكبير بياخد اللي في الميدل، يبقى انا عندي 2 تاخد النيجاتيف وال1 ياخد البوزيتيف. اللي تحت افتح تو براكت اهو هيبقى عباره عن اكس واكس، الساين الاخيره نيجاتيف يبقى واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، وال6 اللي عباره عن 2 ملتبلاي 3، الكبير بياخد الساين بتاعت اللي في الميدل، اللي في الميدل بوزيتيف، يبقى انا عندي 3 تاخد البوزيتيف وال2 تاخد النيجاتيف. بعد كده هقول له الديفايد دي تتحول لملتبلاي على طول، واعمل شارتد كاش، اللي في الدينومينيتور يطلع فوق في النمريتور، يبقى افتح تو براكتس اهو، اللي في الدينومينيتور ده بقى احلله بس احطه في النمريتور، فيبقى عباره عن اكس واكس، الساين الاخيره نيجاتيف يبقى واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، وال15 اللي عباره عن 3 ملتبلاي 5، ال5 كبيره تاخد الساين اللي في الميدل اللي هي النيجاتيف، وال3 تاخد البوزيتيف. طب بعد كده اللي فوق افتح تو براكتس اهو واساوي الدينومينيتور، او اساوي او الاول اقول له هيبقى عباره عن اكس واكس، بعد كده هيبقى النيجاتيف او الساين الاخيره نيجاتيف، واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، وال5 اللي عباره عن 5 ملتبلاي 1، الكبير ياخد اللي في الميدل بس، اساوي بقى الدينومينيتور بالزيرو، يبقى انا عندي هنا x minus 2 equal 0، يعني منها ال x equal 2، ساوي ده بالزيرو يعني منها ال x equal كام؟ قال لي نيجاتيف 3، ساوي ده بالزيرو يعني منها ال x equal كام؟ قال لي 5، ساوي ده بالزيرو يعني منها ال x equal كام؟ قال لي نيجاتيف 1. طب x plus 3 ما انا عملتها مره تحت، x minus 5 عملتها مره تحت، خلاص يبقى انا من هنا اقول له ان الدومين تمام اوف ان هو عباره عن مين؟ r minus هقول له 2 والنيجاتيف 3 وال5 والنيجاتيف 1، تمام قال لي تمام. طب بعد كده اعمل لها سمبلفاي، x minus 2 تروح مع x minus 2، x plus 1 تروح مع x plus 1، x minus 5 مع x minus 5، x plus 3 تروح مع x minus 3، تفضل لي من هنا ان ال n of x equals كام؟ قال لي equals 1. اللي بعدها عندي هنا نمبر 10 برضو، بقول انا عندي برضو عايز اعمل لها فاكتورايزيشن، طيب اقول له يبقى عندي ال n of x equal، ونشد شرطة كسر، اللي فوق قال لي اعمل له difference between two squares، طيب هو عبارة افتح two brackets
هبقى عباره عن اكس واكس، الساين واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، والناين عباره عن 3 ملتبلاي 3. اللي تحت ممكن اخد منها الاكس كومان فاكتور، يبقى دي الاكس. لما اخدها من هنا هتفضل 2x بلس، لما اخدها من هنا هتفضل 3. هقول له الديفايد دي تحول لملتبلاي. طيب بعد كده اللي فوق ده يا بابا او اللي تحت ده هو اللي هطلعه فوق، بس اعمل له فاكتورايزيشن. يبقى ده بعد ما هو تحت هيطلع فوق، واعمل له فاكتورايزيشن، افتح 2 براكتس اهو، هيبقى السكوير روت للاكس تو ذا باور 2 او 4x تو ذا باور 2 اللي عباره عن 2x، وبقى هنا 2x. سكوير روت لل9 اللي ب 3 وهنا ب 3، ساين واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف. بعد كده هقول انا عندي من هنا ده اعمله تحت. طيب انا عندي اللي فوق ده ماله؟ ممكن اخد منه الثري كومان فاكتور. جميل، قال لي جميل. طيب لو خدت الثري كومان فاكتور هتفضل لي مين؟ قال لي هتفضل لي الاكس وده باور 2، وهقول له من هنا بلس، هقول له بقى 6 ديفايد 3 يطلع لي ب 2 فبقى 2x، ماينس 45 ديفايد 3 يطلع لي بكام؟ قال لي 50. طب جميل كل ده يا بابا. طب ما انا ده ممكن اعمل له فاكتورايزيشن. قال اه، يبقى انا ده اهو اتن اعمل له فاكتورايزيشن. اقول له افتح 2 براكتس اهو، تمام، واقول له هيبقى عباره عن اكس واكس، الساين الاخيره نيجاتيف يبقى واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، وال15 عباره عن 3 ملتبلاي 5، الكبير بياخد الساين اللي في الميدل، يبقى انا عندي هنا ال5 وعندي هنا ال3. خلي بالك وانا عندي هنا ال3 اللي بره اهي، ماليش دعوه بيها، تمام؟ قال لي تمام. طيب بعد كده ابدا اجيب مين؟ الدومين، اساوي ده بالزيرو، هيبقى منها الاكس ايكوال زيرو، ساوي ده بالزيرو، يبقى عندي 2x بلس 3 equal 0، يعني منها 2x equal negative 3، يبقى انا عندي من هنا الاكس equal negative 3 over 2. طب جميل، ساوي ده هي بالزيرو فيبقى الاكس equal كام؟ قال لي 3. ساوي ده بالزيرو يبقى انا عندي منها الاكس equal كام؟ قال لي negative 5. جميل، طب انا عندي هنا ساوي النمرتور الثاني هنا 2x plus 3، ما انا جبتها مره، بس فاضل لي 2x minus 3. لا يا بابا، يبقى هي دي كمان ناخدها نسواها بالدنومينيتور او سواها بالزيرو، فيبقى عندي 2x minus 3 equal 0، يبقى منها 2x equal 3، يبقى منها الـ x equal كام؟ قال لي 3 over 2. يبقى انا من هنا اقول له ان الدومين كده، الدومين تمام of n equal r minus، minus مين بقى؟ الـ values اللي طلعت لي، اول واحدة عندي الزيرو، اللي بعدها اقول له negative 3 over 2، واللي بعدها عندي من هنا اقول له 3، واللي بعدها كانت عبارة عن الـ negative 5، تمام؟ طيب والأخيرة هقول له 3 over 2. يبقى انا كده جبت له الدومين. اختصر بقى يا سيدي، انا عندي من هنا ايه بقى؟ اكس ماينس 3 في حاجه زيها تحت، اه ادي اكس ماينس 3 تروح مع اكس ماينس 3. عندي من هنا 2 اكس ماينس 3، لا ما فيش، انا عندي من هنا 2 اكس بلس 3 هي اللي تروح مع دي. طب جميل، ايه تاني اللي ممكن يروح؟ انا عندي هنا في حاجه تانية ممكن تروح؟ لا لا لا، ما فيش حاجه تانية ممكن تروح. يبقى انا من هنا بقى هقول له الان اوف اكس ايكوال، نقول له كده اهو ان ان اوف اكس ايكوال، ونشد شرط الكسر. اللي فاضل فوق من نمرتور مين؟ قال له والله اكس بلس 3، يبقى دي الاكس بلس 3 اهو. مالتبلاي مين؟ قال لي 2x ماينس 3، بقول له مالتبلاي 2x ماينس 3، تمام؟ قال لي تمام. طيب اللي فاضل تحت مين بقى؟ قال لي اللي فاضل تحت عندي من هنا ادي الاكس، يبقى ادي الاكس. مالتبلاي مين؟ x بلس 5، يبقى بقول له مالتبلاي الاكس بلس مين؟ قال لي بلس ال 5، تمام كده؟ ادي اكس بلس ال 5. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ يبقى انا كده جبت له مين؟ قال لي يبقى انا كده جبت له، بس لسه في حاجه، انا عندي هنا في 3 كمان اهي، ما خدتش بالي منها، لا يبقى اقول له هنا حطها تحت، فيبقى 3 ملتبلاي الاكس بقى 3x، ملتبلاي الاكس بلس 5، يبقى اقول له هنا ملتبلاي مين؟ اقول له ادي 3x ملتبلاي اكس بلس 5. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ انا كده جبتها له فين؟ في السيمبلست فورم. نروح بقى للكويشن اللي بعده. بعد كده كويشن نمبر 11 برضه هي نفس الخطوات يا شباب، احنا ما بنخترعش العجله، ماشي؟ يبقى انا عندي من هنا سواء ايه برضه اجيب او اعمل لها فاكتورايزيشن. طيب ركز بقى معايا. اقول له انا عندي من هنا دي، افتح تو براكتس، اقول له الاول ان اوف اكس ايكوال، ونشد شرط الكاس. اقول له انا عندي اللي فوق ممكن اخد منه او اعمل لها فاكتورايزيشن، افتح تو براكتس، هيبقى ديفرنس بتوين تو سكويرز، هيبقى اكس واكس، ساين واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، والفور اللي عباره عن 2 ملتبلاي 2. اللي تحت افتح تو براكتس، بس لسه خلي بالك بقى معايا عشان ده مش عارف احلله كده، اعمله عن طريق مين؟ قال المقص اهو. طيب هعمله عن طريق المقص، اقول له يبقى انا عندي من هنا، ارجع تاني نظبطها بس الاول اهو، هبقى عباره عن 3x واكس، الساين الأخيرة قال لي نيجاتيف، أو الأول التن عبارة عن كام ملتبلاي كام؟ قال لي 2 ملتبلاي 5، أنا عايز اللي في النص يكون 1. أه، يبقى خليني دايماً لما أحكي ده، يبقى أخلي مثلاً هنا الـ 2 تمام؟ وأخلي هنا الـ 5. طيب هقول له 5 ملتبلاي 2، 5 ملتبلاي 1 يدينا 5، و 3 ملتبلاي 2 يدينا 6، أه يبقى أنا عندي هنا 6x ماينس الـ 5x.
تمام الله هتطلع لي بكام؟ قال لي بون اكس فعلا. وانا عندي الساين اللي في الميدل بوزيتيف، يبقى الكبير بعد ما عملت له مالتيبيكيشن هو داخد البوزيتيف. من هنا اللي بعد ما عملت مالتيبيكيشن قال لي 6، يبقى انا عندي دي اللي طلعت لي ال 6 هي دي اللي تاخد البوزيتيف، يبقى انا عندي دي البوزيتيف ودي النيجاتيف. يبقى انا عندي هم دول بقوا التو براكتس بتوعي. الاولاني هيبقى مين؟ هيبقى 3x ماينس 5، 3x ماينس 5، والثاني قال هيبقى x بلس 2. تمام تمام. طب بعد كده هقول له الديفايد دي تتحول لمالتيبلاي ونشد شرط الكاس، واللي فوق يا حبيبي اللي هينزل تحت في الدينمينيت بس اعمل له فاكتورايزيشن اهو. طيب اللي فوق ده 6x to the power 2 minus 5x plus minus مين؟ قال لي minus 14. طب جميل، نحللها ازاي؟ قال له والله انا ممكن اعملها تحت، احمل لها مالتيبيكيشن تحت، اعمل لها فاكتورايزيشن تحت. ال 6 ده عباره عن كام؟ قال لي 6 مالتيبلاي 1 مثلا، اقول له 6x وادي x. بعد كده ال 14 قال عباره عن 2 مالتيبلاي 7، انا عايز اللي في الميدل يكون 5، يعني انا ممكن مثلا اعمل هنا ال 7 واعمل هنا مين؟ قال لي ال 2. طيب هقول له 2 مالتبلاي 6 قال لي ادينا مين؟ قال لي ايه؟ او 2 مالتبلاي 6 ادينا 12، وهنا 7 مالتبلاي 1 ادينا مين؟ قال لي 7. اعمل لها ماينس عشان الساين الاخيره ماينس، تطلع لي بكام؟ قال لي 5. فعلا ادتني اللي في الميدل، يبقى انا كده صح. الساين الاخيره نيجاتيف، يبقى واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف. الكبير بعد ما عملت له مالتبلكيشن هو ده ياخد الساين بتاعت اللي في الميدل. مين هنا الكبير؟ قال لي اداني 12، يبقى هو ده الكبير. يبقى انا عندي هنا ده يا بابا اللي ياخد مين؟ قال لي الساين اللي في الميدل النيجاتيف، وده اللي ياخد البوزيتيف. يبقى انا عندي من هنا التو براكتس بتوعي بقى هيبقى عباره عن مين؟ هم دول التو براكتس. هقول له بقى 6x تمام بلس 7 مالتبلاي x ماينس 2. اللي تحت قال لي ممكن اخد منه الاكس كمان فاكتور، اتفضل لي من هنا قال لي 3x ماينس مين؟ قال لي ماينس 5. تمام قال لي تمام. طب جميل، بعد كده بقى هعمل ايه؟ بس ثانيه، انا هنا عملت غلطه. ايه هي الغلطه؟ المفروض ان انا شقلب الكسر وانا ما شقلبتش. يعني انا المفروض ان انا بقول له بعمل كل ده واشقلب مين؟ قال لي واشقلب الفراكشن ده يا بابا، اللي فوق بينزل تحت واللي تحت بيطلع فوق. هي دي الغلطه اللي انا نسيت اعملها. تمام، يبقى انا عندي ده ينزل تحت هنا وده يطلع فوق هنا، بس مع ان ده كان في الدنوميتور يطلع فوق في النمريت. بعد كده بقى اجيب الدومين اساوي ده بالزيرو، يبقى انا عندي ان 3x ماينس 5 ايكوال زيرو، يبقى منها 3x ايكوالز 5. يبقى انا عندي الاكس ايكوال هقول له 5 اوفر 3، ده اول واحد. ثاني واحد ساوي ده بالزيرو، يبقى انا عندي من هنا الاكس بلس 2 ايكوال زيرو، يعني منها الاكس ايكوال كام؟ قال لي نيجاتيف 2. ساوي ده بالزيرو، انا عندي من هنا 6 اكس بلس 7، يبقى اقول 6 اكس بلس 7 ايكوال زيرو، يعني منها 6 اكس ايكوال كام؟ قال لي نيجاتيف 7. يبقى انا عندي الاكس ايكوال نيجاتيف 7 اوفر 6. طب جميل، ساوي الاكس ماينس 2 بالزيرو، يبقى انا عندي من هنا ايه؟ هقول له الاكس اهو اكس ماينس 2، تمام x ماينس 2 ايكوال 0، يعني منها الاكس ايكوال كام؟ قال لي 2. طب اللي بعدها ساوي اللي فوق ده هي بالزيرو، يبقى انا عندي من هنا هقول له ان الاكس ايكوال 0. طب جميل، ساوي الاخيره ده هي بالزيرو 3x ماينس 5، طب احنا عملناها مره خلاص. يبقى انا عندي من هنا اقول له ان الدومين، اقول له كده دومين تمام اوف ان ايكوال ار ماينس الفاليوز اللي طلعت. الاول واحده قال لي 5 اوفر 3، والتانية قال لي نيجاتيف 2، واللي بعدها نيجاتيف 7 اوفر 6، واللي بعدها قال لي 2، واللي بعدها قال لي 0، واتن قافل السيت بتاعتي. تمام كده يا شباب، يبقى انا كده جبت له مين؟ يبقى انا كده جبت له الدومين. ركز بقى معايا، يبقى انا كده جبت له مين يا شباب؟ يبقى انا كده جبت له الدومين. طيب ودي دي هنا بعد شويه. بعد كده بقى ابدا اعمل لها سمبليفاي. هبص الاقي عندي من هنا اكس ماينس 2 تروح مع اكس ماينس 2، بعد كده عندي اكس بلس 2 تروح مع اكس بلس 2، هنا عندي فوق 3x ماينس 5 تروح مع 3x ماينس 5. يتفضل لي في الاخر ايه بقى؟ قال لي اتفضل عندي من هنا x فوق في النمريتور، واللي فاضل تحت في الدنمريتور كام؟ قال لي اللي فاضل عندي هنا في الدنمريتور اللهم صل على سيدنا محمد 6x بلس كام؟ هقول له 6x بلس 7. يبقى اتفضل لي كام يا شباب؟ هقول له 6x بلس 7، بس كده. الله بس كده، يبقى انا هنا اقول له ln of x equal ادي الاكس اوفر 6x بلس مين؟ بلس 7. نروح الكويشن اللي بعده. بعد كده عندي هنا نمبر 12، بيقول لي برضه عايز اجيب الدومين. طيب بص يا ابني، انا هفهمك حاجه. هو انا عندي من هنا يا بابا 1 ماينس اكس تو بار 2، ينفع اعمل لها ديفرنس بتوين تو سكويرز؟ ينفع. طب ما انا ممكن اعمل حاجه ثانيه اسهل. ايه هي؟ قال لي عشان اخليها اكس تو ذا باور 2 ماينس 1، عشان اخليها هنا اكس تو ذا باور 2 ماينس 1 اعمل ايه؟ قال لي يعني انا غيرت الاشارات، يعني انا كان ايه؟ قال لي خدت كومان فاكتور اللي هو مين؟ قال لي النيجاتيف. يبقى تاني انا خدت النيجاتيف كومان فاكتور بحيث ان انا لما ادخل النيجاتيف هنا على البراكت ده يرجعها لي تاني، فاقول له نيجاتيف مالتبلاي اكس تو ذا باور 2 قال ادينا نيجاتيف اكس تو ذا باور 2، نيجاتيف مالتبلاي نيجاتيف 1 قال ادينا بوزيتيف 1. فهمت بقى انا عملت ايه؟ هاخد النيجاتيف وغير الاشارات وابدلهم.
تمام؟ قال لي تمام. يبقى انا من هنا هعمل فاكتورايزيشن ازاي؟ خلي بالك من الحته دي عشان مهمه قوي. واقول له ايكوال اللي فوق هعمل له فاكتورايزيشن عادي خالص، افتح تو براكتس واقول له عباره عن اكس واكس، الساين الاخيره بوزيتيف يبقى الاثنين شبه اللي في الميدل نيجاتيف، وال2 عباره عن 2 ملتبلاي 1. اللي تحت بقى قال لي فيه نيجاتيف بره اهي، ده هو اللي يبدا اعمل له فاكتورايزيشن. تمام؟ طيب جميل، عرفت انا عملتها هنا ازاي، جبتها منين؟ إيه؟ هقول له بقى هيبقى عباره عن اكس واكس، الساين واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، وال1 عباره عن 1 ملتبلاي 1. هقول له ملتبلاي واشالب الفراكشن، خلي بالك عشان ما انساش، واقول اللي تحت ده اعمل له فاكتورايزيشن بس فوق اهو، هبقى عباره عن اكس واكس، الساين الاخيره نيجاتيف يبقى الاثنين شبه، او البوزيتيف يبقى الاثنين شبه اللي في الميدل نيجاتيف. ال5 قال عباره عن 5 ملتبلاي 1. اللي فوق ممكن اخد منها 3 كومان فاكتور، اتفضلي مين؟ قال لي اكس ماينس ال5. من هنا بقى ابدا اساوي الدينومينيتور بالزيرو، هيبقى اكس ماينس 1 يدينا 0، يعني منها الاكس ايكوال 1. ساوي ده بالزيرو، يعني منها الاكس ايكوال نيجاتيف 1. ساوي النيجاتيف 5 او الاكس ماينس 5 يدينا 0، يعني منها الاكس ايكوال كام؟ قال لي 5. تمام؟ قال لي تمام. طب جميل، بعد كده هساوي اكس ماينس 5 اللي فوق، ما هي عملناها مره، اكس ماينس 1 اللي فوق عملناها مره. يبقى انا عندي من هنا اقول له ان الدومين تمام اوف ان ايكوال ار ماينس، ماينس مين؟ هقول له ال1 والنيجاتيف 1 وال5. تمام؟ طب تمام. بعد كده بقى اختصر، اكس ماينس 1 تروح مع اكس ماينس 1، بعد كده اكس ماينس 5 تروح مع اكس ماينس 5. في حاجة تانية تروح؟ قال لي لا. يبقى أنا عندي من هنا x ماينس 2، مفيش تحت x ماينس 2، وهنا x ماينس 1، خلاص يا بابا اتعملت مرة. يبقى أنا عندي من هنا بقى، ركز معايا، هقول له ال n of x equals، ونشد شرط الكسر. اللي تحت اللي فوق قال لي والله x ماينس 2 multiply x ماينس 1. اللي تحت قال لي أنا عندي نيجاتيف، أدي النيجاتيف، وفاضل مين كمان؟ قال لي والله 3. يبقى أنا عندي هنا أقول له over negative 3، أدي النيجاتيف 3. وفاضل البراكت اللي هو مين؟ قال لي اكس بلس 1، يبقى اقول له ملتبلاي الاكس بلس ال1. تمام كده يا شباب؟ فهمتها ازاي؟ يبقى انا كده جبت له ايه؟ يبقى انا كتبتها له كده في السمبلست فورم. اللي بعدها عندي هنا نمبر 13، بقول له برده عايز اجيبها فين؟ في السمبلست فورم. طب جميل، هقول له انا عندي من هنا اللي فوق دي، اقول له ان اوف اكس ايكو، يلا ونشد شرط الكسر. اللي فوق ممكن اخد منها 3 كومان فاكتور، لما اخد ال3 اقول له 3 ديفايد 3 راحت، اتفضل لي الاكس، 9 ديفايد 3 قال لي ب 3. تحت اعمل لها فاكتورايزيشن، اظن دي بقت سهله، يعني خلاص اقول له اكس واكس، الساين الاخيره بوزيتيف يبقى الاثنين شبه اللي في الميدل، اللي في الميدل نيجاتيف يبقى الاثنين نيجاتيف. كده ال6 قال عباره عن 2 ملتبلاي 3، واقول له ملتبلاي ونشد شرط الكسر تاني. اللي تحت ده بقى ركز معايا فيه، اولا اللي فوق هينزل تحت في الدنومينيتور، ممكن اخد منه مين؟ قال لي 2 كومان فاكتور، اتفضل من هنا اكس بلس 3. جميل؟ قال لي جميل. ركز بقى معايا، اللي فوق ده ينفع اعمل له فاكتورايزيشن او ده ممكن اعمل له فاكتورايزيشن؟ قال لي لا، بس ينفع لو انا خليته x to the power 2 plus ال x minus ال 6. يعني ايه؟ قال انا هاخد منها كومان فاكتور اللي هو مين؟ قال النيجاتيف، يبقى انا هاخد النيجاتيف كومان فاكتور. لما اخد النيجاتيف اغير الاشارات بتاعتها كلها، اغير مين؟ الساينز، كل الساين موجوده هنا اغيرها، فبدل ما هي بوزيتيف 6 قال لي بقت نيجاتيف 6، نيجاتيف x قال لي بقت بوزيتيف x، نيجاتيف x to the power 2 قال لي بقت بلس x to the power 2. من هنا يعني كانه بقول لي x to the power 2 بلس x ماينس 6. من هنا دي بقى اخد النيجاتيف بره اهو واعمل لها فاكتورايزيشن عادي خالص. هعمل لها فاكتورايزيشن، هيبقى عباره عن x واكس، الساين الاخيره نيجاتيف يبقى واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، وال6 قال عباره عن 3 ملتبلاي 2، الكبير ياخد الساين بتاعت مين؟ اللي في الميدل. اللي في الميدل عندي هنا ايه؟ بوزيتيف، يبقى انا عندي 3 هي اللي تاخد البوزيتيف وال2 تاخد النيجاتيف. بس ابدا اساوي الدنومينيتور بالزيرو، لما اساوي ده بالزيرو قال لي يبقى منها الاكس ايكوال كام؟ قال لي منها الاكس ايكوال 2. ساوي ده بالزيرو يعني منها الاكس ايكوال كام؟ قال لي 3. ساوي ده بالزيرو قال لي يبقى منها الاكس ايكوال كام؟ قال لي نيجاتيف 3. اكس ماينس 2 سواها بالزيرو، ما خلاص يا بابا جبناها مره، اكس بلس 3 جبناها مره. يبقى من هنا اقول له ان الدومين كده، ان الدومين تمام اوف ان ايكوالز ار ماينس 2 3 نيجاتيف 3. تمام؟ تمام. بعد كده اعمل لها سمبلفاي، اكس ماينس 2 تروح مع اكس ماينس 2، اكس بلس 3 تروح مع اكس بلس 3، اكس ماينس 3 تروح مع اكس ماينس 3. اتفضل لي 3 ملتبلاي هنا في نيجاتيف، ما انساش النيجاتيف، يبقى بقت نيجاتيف 3. بقول له من هنا ان اوف اكس ايكوال نيجاتيف 3 اوفر 2. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ نروح للي بعده. اللي بعدها بقى بيقول لي عندي هنا ان اوف اكس ايكوال، ركز بقى معايا، اقول له ان اوف اكس ايكوال ونشد شرط الكسر. ركز بقى يا حبيبي، اللي فوق اكس ماينس 2 هتفضل زي ما هي، ادي اكس ماينس 2. اللي تحت قال لي ممكن اخد منها الاكس كومان فاكتور،
اتفضل من هنا مين؟ ال x ماينس او 2x، معلش انا هاخد لما اخدها من هنا ال x هتفضل 2x ماينس مين؟ ال ماينس 3. اقول له ديفايد تتحول لمالتبلاي. طيب جميل. بعد كده هقول له اللي تحت ده بص يا ابني احنا لسه قايلينها من شويه، عشان دي اعمل لها فاكتورايزيشن لازم اخد منها النيجاتيف كومان فاكتور. فلو خدت النيجاتيف كل واحده هتتغير، بدل دي هتبقى نيجاتيف قال لي والله بقت بوزيتيف 2x تو ذا باور 2، بدل دي ما هتبقى بوزيتيف قال لي بقت نيجاتيف x، بدل دي ما هي بوزيتيف x قال لي بقت نيجاتيف 6. تمام تمام. اللي تحت بقى هاخد منها برضو النيجاتيف كومان فاكتور، فهغير اشارتها فيبقى عباره عن 4x تو ذا باور 2 ماينس 9. من هنا اعمل لها فاكتورايزيشن. خلي بالك ان انا عندي نيجاتيف مع نيجاتيف يروحوا مع بعض، يبقى انا اللي فوق بقت عباره عن 2x تو ذا باور 2 ماينس الاكس ماينس 6، واللي تحت 4x تو ذا باور 2 ماينس 9. اعمل لها فاكتورايزيشن دي في الدينومينيتور هطلعها فوق في النومريتور، فيبقى عباره عن افتح تو براكتس هبقى عباره عن ايه؟ قال له عباره عن 4x او معلش هاخد سكوير روت لل 4 هتبقى ب 2، سكوير روت الاكس قال باكس يبقى 2x هنا و 2x هنا. ال 9 قال عباره عن 3 و 3 والساين واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف. اللي فوق افتح تو براكتس اهو. ولا عباره عن مين؟ قال له والله ثانيه بقى 2x to the power 2 minus x minus 6، قال لي لا دي بتتعمل عن طريق المقص، هيبقى عباره عن 2x وهنا ال x. ال 6 عباره عن 3 multiply 2، انا عايز اللي في النص 1 يبقى اعمل خلي ال 3 هنا وادي ال 2 هنا. اعمل لهم factorization 2 multiply 2 يطلع لي 4x وهنا يطلع لي 3x. اعمل لهم minus تطلع لي 1x، فعلا طلعت لي فين؟ زي اللي في الميدل هنا 1x. طب الكبير بعد ما عملت له multiplication هو ده ياخد الساين بتاعت اللي في الميدل، اللي في الميدل هنا مين؟ قال لي نيجاتيف، يبقى الكبير بعد المultiplication اللي طلع لي 4x. اللي هو مين هنا؟ اللي هو ده اللي هي 2، يبقى انا عندي 2 دي تاخد النيجاتيف وال3 تاخد البوزيتيف، يبقى عندي هم دول التو براكتس بتوعي، يبقى انا عندي من هنا هيبقى عباره عن 2x plus 3 multiply x minus 2. تمام؟ قال لي تمام. بس يا سيدي عرفت منين انا جبتها كده؟ طيب بعد كده بقى اجيب الدومين اساوي دي بالزيرو، يبقى انا عندي من هنا اقول له ان الx equal 0. طب جميل. اللي بعدها اساوي دي بالزيرو، يبقى انا عندي 2x minus 3 equal 0، يبقى منها 2x equal 3، يبقى انا عندي من هنا الاكس equal 3 over 2. تمام؟ قال لي تمام. طب اللي بعدها ساوي ده بالزيرو، انا عندي 2x plus 3 equal 0، يبقى منها 2x equal كام؟ قال لي نيجاتيف 3، يبقى انا عندي من هنا هقول له ان الاكس equal نيجاتيف 3 over 2 ساوي ده بالزيرو. خلي بالك بقى معايا، يبقى انا عندي منها الاكس equal كام؟ قال لي 2. جميل. في حاجه ثانيه، 2x minus 3 جبناها مره، 2x plus 3 جبناها مره، يبقى انا عندي من هنا هقول له ان الدومين تمام اوف ان ايكوال ار ماينس، ها هيبقى مين؟ قال الزيرو وال3 اوفر 2 والنيجاتيف 3 اوفر 2 وال2. تمام؟ قال لي تمام. طيب بعد كده اعمل لها سمبلفاي، اختصر اكس ماينس 2 تروح مع اكس ماينس 2. بعد كده عندي 2 اكس ماينس 3 تروح مع 2 اكس ماينس 3، 2 اكس بلس 3 تروح مع 2 اكس بلس 3. اتفضل لي من فوق، قال لي مفيش حاجه غير ال1، يبقى انا من هنا اقول له ان الان اوف اكس، اقول له كده n of x equals اللي فوق 1 واللي فاضل تحت، قال لي ال x يبقى اقول له over 1 over 1 over x. تمام كده يا شباب؟ نروح للي بعده. اللي بعدها هنا برضه نفس النظام، بقول انا عاوز اعمل لها فاكتورايزيشن. ممكن تبان المساله كبيره ولكن لا كبيره ولا حاجه. يلا يا سيدي، اول حاجه انا ممكن اعمل ايه؟ اقول والله اللي فوق ده اهي ممكن اعملها او اعمل لها فاكتورايزيشن عادي، اقول له ادي n of x. ركز بقى معايا عشان المساله ديت ممكن يكون فيها لخبطه شويه. يلا، هيبقى عباره عن x افتح تو براكتس هيبقى x وx، الساين الاخيره نيجاتيف يبقى واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، وال6 عباره عن 3 ملتبلاي 2، 3 تاخد النيجاتيف، لا ثانيه ده 3 الكبيره يبقى تاخد اللي في الميدل البوزيتيف، وانا عندي 2 تاخد النيجاتيف. اللي تحت تو براكتس يبقى x وx، الساين الاخيره اللي بوزيتيف يبقى الاثنين شبه اللي في الميدل، اللي في الميدل بوزيتيف يبقى الاثنين بوزيتيف. 6 عباره عن 3 ملتبلاي 2. جميل. هقول له الديفايد تتحول لملتبلاي. ركز بقى معايا قوي في الحته اللي جايه دي، ركز بقى يا حبيبي. اللي تحت ده هو اللي هيتحط فوق. طيب نعملها ازاي يا مستر؟ قال لي الكلام ده كله احنا كنا واخدينه في بريب 2 اللي هو مين؟ قال لي فراك او اللهم صل محمد فاكتورايزيشن باي ريجروبنج، اللي انا بقى بعمله بالتقسيم، بقسمه هاخد الاثنين ده هم مع بعض الاول تمام، واخد الاثنين دول مع بعض، يبقى افتح تو براكتس اهو. تمام؟ قال لي تمام. اقول له بلس تو براكتس ثانيين. بعد كده هيبقى عندي من هنا ايه؟ ركز معايا عشان دي احنا هنعملها في كذا خطوه، المساله هتطول. فبقى عندي من هنا قال لي x to the power 3 plus 2x to the power 2، وهنا هقول له x plus 2. تمام؟ قال لي تمام. طب بعد كده انا بابا ممكن من الاخر ممكن احط التو براكتس اهم، يعني انا ممكن احط هنا التو براكتس اهي وابدا اعمل لها فاكتورايزيشن عشان ما اطولش المساله. تمام؟ طيب يعني انا هنا كاني بالظبط حطيت التو براكتس اهم
بلس ودي نفس النظام احط التو براكتس بلس. هقول له بقى كنت بعملها فاكتورايزيشن ازاي؟ قال لي والله من الاولانيه اكس تو ذا باور 3 واكس تو ذا باور 2 قال لي ممكن اخد منها الاكس تو ذا باور 2 كمان فاكتور. هتفضل من هنا قال لي اكس بلس 2 تمام واقول له بلس وهنا اكس بلس 2 تمام. اللي فوق نعمل لها برضو. انا عندي هنا اكس ماينس 2 او اكس تو ذا باور 3 ماينس 2 وهنا قال لي اكس ماينس 2 اكس تو ذا باور 2 تمام. انا ممكن اعمل ايه؟ قال لي والله ما انا ممكن يا مستر اخد الاولى ده اهي مع الثالثه. الاولى مع مين؟ قال لي مع الثالثه. ركز بقى معايا، لو خدت الاولى مع الثالثه فهيبقى عباره عن كانها اكس تو ذا باور 3 ماينس 2 او الاخيره قصدي 2 اكس تو ذا باور 2 ها واقول له بلس هنا مين؟ قال لي اكس ماينس مين؟ قال لي ماينس 2 اللي باقي تمام. قال لي تمام يبقى تاني انا عملت ايه؟ قال لي والله انا خدت الاولى مع الاخيره. خدت الاولى مع مين؟ مع الاخير اهو. هتفضلي مين؟ قال والله بقت عباره عن اكس تو ذا باور 3 ماينس 2 اكس تو ذا باور 2 وهنا قال لي اكس ماينس 2. هنا ده اهي اللي عامل لها فاكتورايزيشن، عندي اكس تو ذا باور 3 واكس تو ذا باور 2 اللي ممكن اخد الاكس تو ذا باور 2 كومان فاكتور. اتفضل لي من هنا مين؟ قال لي اكس ماينس مين؟ قال لي ماينس 2. واقول له بلس هنا مين؟ قال لي اكس ماينس مين؟ قال لي ماينس 2. المفروض ان انت تكون عارف الكلام ده كله. طب جميل، بعد كده اعمل لها فاكتورايزيشن تاني. يبقى من هنا اقول له الان اوف اكس ايكوال، ركز بقى معايا، ان اوف اكس ايكوالز، ونشد شرط الكاس ثانيه. انا عندي ده كله يا حبيبي هيفضل زي ما هو لان مش جيتش يمه، ده هعمل له ايه؟ فاكتورايزيشن، هيفضل زي ما هو ثابت اهو. طيب هقول له ملتبلاي ثانيه نكرره واطلعه فوق. بعد كده ده بقى هقول له انا عندي اللي فوق ممكن اخد منه كمان كومان فاكتور. طب اللي فوق ممكن اخد منه كومان فاكتور اكس تو ذا باور او هنا اكس بلس 2 وهنا اكس بلس 2، ما انا ممكن اخد بس الاكس بلس 2 ده اهي كومان فاكتور. هتفضل لي من هنا مين؟ قال لي اكس تو ذا باور 2 بلس، لما اخدها من هنا قال لي هتفضل لي ال1 تحت اكس ماينس 2 اكس ماينس 2 قال لي ممكن اخد الاكس ماينس 2 كومان فاكتور. هتفضل من هنا قال الاكس ذا باور 2 تمام ماي بلس، لما خدت من هنا قال هتفضل لي 1 تمام. قال تمام جميل قوي. بعد كده بقى اساوي الدينومينيتور عندي بالزيرو والنمريتور الثاني بالزيرو. فلما اساوي الدينومينيتور ده بالزيرو قال لي يبقى منها الاكس ايكوال كام؟ قال لي نيجاتيف 2. ساوي ده بالزيرو يعني منها الاكس ايكوال كام؟ قال لي نيجاتيف 3. ساوي ده بالزيرو يعني منها الاكس ايكوال كام؟ قال لي 2. طب عندي اكس بلس 2 عملتها مره اهي، عندي اكس تو ذا باور 2 بلس 1، واحد هيقول لي يا مستر هساوي دي بالزيرو، هو انا يا ابني يا حبيبي مش احنا اخدناها مليون مره قبل كده ان انا ما ينفعش اساوي الدينومينيتور اللي عندي ده بالزيرو؟ قال لي اه ما ينفعش اساوي اكس تو ذا باور 2 ماينس ال1 ده ماله يا بابا؟ قال لي بالزيرو. ما ينفعش اكس تو ذا باور 2 بلس اي رقم ما ينفعش اسويها بالزيرو لانها مش هينفع اعمل لها فاكتورايزيشن. يبقى انا عندي من هنا اقول له ان الدومين، اقول له كده اهو بقى ان الدومين تمام اوف ان equal r minus اقول له نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3 و 2 تمام. قال لي تمام. بعد كده بقى ابدا اعمل لها سمبليفاي، هبص الاقي اكس بلس 2 تروح مع اكس بلس 2، ده يروح مع ده، اكس ماينس 2 تروح مع اكس ماينس 2، اكس بلس 3 تروح مع اكس بلس 3، يتفضل لي في الاخر ان ان اوف اكس ايكوالز كام؟ قال لي 1 بس. فهمناها كده ازاي؟ نروح للي بعده. بعد كده عندنا بقى كويشن نمبر 4 بيقول لي ايه؟ ركز معايا بقى هنا، بيقول لي ذا دومين او اذا دومين اللي هو عباره عن اللي بتاع الفانكشن اللي عندي دي اللي هي اكس ملتبل او اكس ماينس 2 ملتبلاي اكس بلس 1 اوفر اكس باور 2 ماينس الكي، واللي هو عباره عن ار ماينس ال1 والنيجاتيف 1، واللي فايند ذا فاليو اوف كي، وبيقول انا عاوز مين؟ انا عاوز الانفرس بتاعه الان اوف اكس ان ذا سمبلست فورم شوينج مين؟ قال لي ذا دومين. طب بص يا عم، اول حاجه هو انا بابا لما تكون عندي ديت بقول الدومين هو عباره عن ار ماينس، يعني معناها الفاليوز، معناها ان انا لما اعوض هنا عن الاكس باي رقم الناتج يطلع لي بزيرو، بس فين؟ في الدينومينيتور اللي هو بطلع منه الدومين. امال هو قال لي الدومين ليه؟ قال والله عشان اسوي احط الاكس هنا اعوض باي قيمه بقى من الموجودين دي، شيل اكس وحط 1، يبقى اقول والله كده ات اكس ايكوال 1. يبقى انا عندي من هنا ايه اللي هستفاده؟ قال لي يبقى معنى 1 ماينس الكي ايكوال 0، الكي تروح الناحيه الثانيه وابز الساين يبقى منها الكي ايكوالز 1 تمام. قال لي تمام. يبقى انا كده جبت له ان اوف اكس، يبقى انا اشيل اقول له بقى ان انا عندي من هنا اقول له الان اوف اكس ايكوالز، ركز معايا، اللي فوق هيفضل ثابت زي ما هو اللي هو عباره عن مين؟ اللي عباره عن اكس اهو، ادي اكس ماينس 2 ملتبلاي مين؟ الاكس بلس 1 تمام. قال تمام. اللي تحت قال لي اكس تو ذا باور 2 ماينس الكي طلعتها ب 1 يبقى اقول له ماينس 1. جميل. قال لي جميل. هو عاوز مين؟ قال لي انا عاوز الان انفرس، يبقى من هنا اقول له الان انفرس بقى تمام ايكوال، اقول له ان انفرس اوف اكس ايكوال مين؟ اشد شرط الكسر المقلوب يا بابا، ما مقلوبها بس كل اللي هعمله. قال لي والله اللي فوق ده اهي هتطلع فوق، بس ثانيه هو بيقول انا عاوزها في السمبلست فورم، في السمبلست فورم يعني اعمل لها فاكتورايزيشن، دي لما تبقى في الدينومينيتور اطلعها في النمريتور بس احللها. يلا هقول احللها زي افتح تو براكتس هيبقى اكس واكس،
الساين الاخيره او الساين واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، والوان عباره عن 1 ملتبلاي 1. اللي تحت هتفضل زي ما هي، اللي هو عباره عن مين ده بقى، هينزل تحت في الدينومينيتور، فيبقى عباره عن اكس ماينس 2 ملتبلاي اكس بلس 1. تمام تمام. اجيب له مين الدومين، اقول له الدومين هو عباره عن الزير ار ماينس الزيروز بتاعه الدينومينيتور والنوميريتور، فلما اساوي ده بالزيرو اللي يبقى منها الاكس ايكوال 2، ساوي ده بالزيرو اللي يبقى منها الاكس ايكوال نيجاتيف 1، اكس بلس 1 عملناها مره، فاضل اكس ماينس 1، اقول له يبقى الاكس ماينس 1 ايكوال 0، يعني منها الاكس ايكوال 1. يبقى انا من هنا اقول له ان الدومين تمام اوف ان انفرس ايكوال ار ماينس 2 ونيجاتيف 1 وال 1. تمام. قال لي تمام. بعد كده اجيبها في السمبلست فورم، اكس بلس 1 تروح مع اكس بلس 1، اتفضل لي بقى اقول له الان انفرس ها اوف اكس ايكوالز، اللي فاضل من فوق هقول له والله ادي الاكس ماينس 1 واللي فاضل من تحت اكس ماينس 2، بس كده الله، بس كده. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ نروح للي بعدها نمبر 5. بيقول لي برده انا عاوز مين؟ بيقول لي لو انا عندي اف اوف ان اوف اكس ايكوال الكلام ده كله، بيقول لي فايند ان انفرس اوف اكس اند ايدنتيتي اوف ذا دومين. تمام كده يا بابا؟ طيب بص يا حبيبي، اول حاجه هو بيقول او ايدنتيفاي، معلش ايدنتيفاي ذا دومين، يعني هاتها لي، هات لي الان انفرس وبعد كده مين، هات لي الدومين. طيب هقول له يا بابا الان انفرس سهله، ادي الان انفرس اوف اكس ايكوال، كل اللي انا هعمله ايه؟ اللي شالي بالكسر، يبقى اقول له ايكوال اهو ادي اشالي بالكسر، اللي تحت ده هيطلع فوق، فيبقى عباره عن مين؟ عباره عن اكس ماينس 2 ملتبلاي اكس ذا باور 2 بلس 2. طب وده يا بابا؟ قال لي هنزله في الدينومينيتور. طب ما انا ممكن اخد احلله بالمره، اخد منه الاكس كومن فاكتور، لما اخد الاكس من هنا هتفضل اكس ماينس 2. طب جميل. بعد كده اجيب له مين؟ قال الدومين اساوي الدينومينيتور والنوميريتور بالزيرو، فلما اساوي الاكس بالزيرو اللي يبقى منها الاكس ايكوال 0، ساوي ده بالزيرو يعني منها الاكس ايكوال 2، ساوي الاكس ماينس 2 بالزيرو اللي يبقى منها الاكس برضو ايكوال 2. خلاص. طب ساوي اكس وذا باور 2 بلس 2، قلت لك مليون مره لما يكون عندي اكس وذا باور 2 بلس اي رقم دي ما بيتحللش، يعني ما ينفعش اسويها بالزيرو، يعني الاكس دي مش هينفع اجيب لها فاليو. يبقى انا عندي من هنا اقول له ان الدومين كده، ان الدومين اوف ان انفرس ايكوال ار ماينس مين؟ قال لي الزيرو والتو. تمام. قال لي تمام. طب جميل. بعد كده اجيبها بقى، بقول انا عاوز هنا عايزها في السمبلست فورم، ممكن نجيبها له في السمبلست فورم. هقول له انا عندي من هنا ان انفرس 1 اوف اكس، هقول له انا عندي اكس ماينس 2 تروح مع اكس ماينس 2، يبقى اقول له انا عندي الان انفرس ها اوف اكس ايكوالز، اللي فاضل من فوق قال لي اكس ذا باور 2 بلس 2 اوفر الاكس. بقول لي بعد كده ايه؟ لو انا عندي الان انفرس للاكس ايكوال 3 وات ذا فاليو اوف اكس، يعني معناها بابا لو انا عندي كل ده اهو بيساوي 3، هات لي الفاليو بتاعت الاكس. يبقى من هنا اقول له بقى كل ده ايكوال مين؟ هقول له يبقى انا عندي من هنا ان الاكس ذا باور 2 بلس 2 اوفر الاكس، كل ده يدينا كام؟ قال 3. من هنا اقول له انا عندي دي في الدينومينيتور تروح الناحيه الثانيه في النومريتور، يبقى بقت اكس ذا باور 2 بلس 2 ايكوال 3 اكس. انا عندي الاكس 3 اكس تروح الناحيه الثانيه بابوزيت ساين، يبقى منها الاكس ذا باور 2 ماينس 3x بلس 2 ايكوال 0. ليه عملتها كده؟ قال عشان اعرف اعمل لها فاكتورايزيشن. طب جميل. احللها، افتح تو براكتس يا سيدي اهو، هقول لها هيبقى عباره عن x وx، الساين الاخيره بوزيتيف يبقى الاثنين شبه اللي في الميدل، اللي في الميدل نيجاتيف يبقى الاثنين نيجاتيف، وال2 عباره عن 2 ملتبلاي 1. تمام. قال لي تمام. كل ده كان ايكوال 0، هيبقى الاكس ماينس 2 ايكوال 0 يعني منها الاكس ايكوال 2. طب لما اكس ماينس 1 ايكوال 0 يعني منها الاكس ايكوالز كام؟ قال لي 1. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ طيب هو بيقول لي انا عندي من هنا عاوز مين؟ انا عاوز الفاليو بتاعت الاكس. طب ما انا عندي يا بابا ال2 ده ما ينفعش تكون موجوده في الدومين، لان انا بقول له الدومين عندي هو عباره عن ار ماينس الزيرو وال2، وال2 مش موجوده في الدومين، يبقى معنى كده ان دي هتبقى ايه؟ هقول له والله ريفيوزد، ريفيوزد. فهمتها ليه؟ ليه؟ لان انا عندي 2 doesn't belong to مين؟ هقول له والله 2 ذا دومين. فهمناها كده ازاي؟ دي ليه؟ التو ده هي مش هتكون موجوده معايا لانها مش موجوده فين؟ في الدومين. اخلي بالي قوي من الحته دي يا شباب. فهمناها كده ازاي؟ نروح للي بعده. اللي بعدها عندي هنا نمبر 6 برضه. بيقول لو انا عندي اف ان اوف اكس ايكوال الكلام ده كله، بيقول انا عاوز الان انفرس في الاكس في السمبلست فورم وهات لي الدومين بتاعها، وبعد كده بيقول لي فايند ان انفرس النيجاتيف 1 او قصدي النيجاتيف 2 اف ات بوسبل. طب بص يا ابني، اول حاجه هجيب له الان انفرس، يبقى اقول له ادي الان انفرس اوف اكس ايكوالز وشالب الكسر، كل اللي انا بعمله ان انا بشالب الكسر، اللي تحت بخليه فوق، بس خد اعمل له فاكتورايزيشن بالمره. فانا عندي من هنا الاكس، يبقى ممكن اخد الاكس كومن فاكتور، اتفضل لي من هنا مين؟ قال لي اكس، بس ثانيه قلنا هنعملها فوق، دي في الدينومينيتور تطلع فوق، فادي الاكس، اتفضل لي مين؟ قال لي اكس بلس 2. اللي ثانيه بقى اللي ممكن اخد منها الاكس كومن فاكتور، فاتفضل من هنا قال لي اكس ذا باور 2 بلس 3x بلس 8 2. تمام. قال لي تمام. طب جميل، ممكن اقول له ايكوال كل ده، خلي بالك بقى معايا،
اللي فوق هيفضل زي ما هو عباره عن اكس ملتبلاي اكس بلس 2، اللي تحت ادي الاكس بره. الكوس ده ممكن احلله، افتح تو براكتس اهو، هيبقى عباره عن اكس واكس، الثانيه الاخيره بوزيتيف، الاثنين شبه اللي في الميدل بوزيتيف، والتو عباره عن 2 ملتبلاي 1. اجيب الدومين، هو عايز هنا الدومين، يبقى اساوي الدينومينيتور ده بالزيرو، يبقى انا عندي الاكس ايكوال 0، واساوي ده بالزيرو يبقى منها الاكس ايكوال نيجاتيف 1، يبقى انا عندي من هنا يرجع اقول له كده اهو الاكس ايكوال نيجاتيف 1، اساوي ده بالزيرو يبقى منها الاكس ايكوال نيجاتيف 2، اساوي الاكس بالزيرو ما جبناها مره، اكس بلس 2 جبناها مره، بعد كده اجيبها له في السمبلست فورم وبقول له من هنا دي نيجاتيف 2 ارجع، يبقى من هنا اقول له الان انفرس اوف اكس ايكوال. طيب الايكوال ايه؟ انا عندي الاكس يروح مع الاكس، اكس بلس 2 تروح مع اكس بلس 2، اتفضل لي 1 فوق اوفر الاكس بلس 1. فبقول له انا عاوز ايه؟ قال لي الان انفرس، او الاول نجيب الدومين، هقول له والله انا عندي من هنا قبل ما اجيب ده كله اقول له ان الدومين تمام اوف ان انفرس ايكوال ار ماينس، اقول له كده ار ماينس، ماينس مين؟ اقول له الزيرو والنيجاتيف 1 والنيجاتيف 2. تمام طب تمام. بعد كده يا بابا وبقول له انا عاوز الان اوف نيجاتيف 2 للانفرس. طب انا عندي النيجاتيف 2 اصلا يا بابا مالها؟ مش موجوده في الدومين اهي، يبقى انا عندي من هنا هقول له ان انفرس للنيجاتيف 2 هيبقى ايه؟ اقول له كده اوف نيجاتيف 2 هيبقى مالها؟ هقول له والله كده انديفايند، بقول له ايه؟ انديفايند. ليه يا بابا؟ لانها مش موجوده في الدومين، لانه كده انا عندي النيجاتيف 2 doesn't belong to the domain، to mean the domain. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ نروح اللي بعده نمبر 7. بقول لي برضه انا عاوز مين؟ اجيب ديت، بقول له مديني هنا الان في اكس، بقول له انا عاوز الان انفرس بتاعت الاكس ان ذا سمبلست فورم شوينج ذا دومين. طب بص يا ابني، اول حاجه عشان اجيبها لازم يكون عشان اشقلبها، اشقلب الكاس. طب ينفع اقول له مثلا هنا بدل ما اكس اوفر 1 يبقى 1 اوفر اكس والثانيه اشقلبها كده على طول؟ قال لي لا، لا لازم كلها تكون عباره عن فراكشن واحد. طب انا عندي الدينومتر بتاع ده، قال لي 1، يبقى من هنا اقول له الاول الان اوف اكس ايكوال كام وبعد كده اجيب له الان انفرس، يبقى دي الان اوف اكس ايكوال. بص يا حبيبي، اول حاجه انا هعملها عن طريق ترمين الصاروخ ارض جو. ازاي؟ هقول له الاثنين الدينومينيتورز ده هم هعملهم ملتبلاي في بعض، فيبقى اكس تو ذا بقى اكس ماينس 2 ملتبلاي 1 اللي هيدينا اكس ماينس 2. بعد كده هقول له الدينومينيتور ده اهو ها في النمريتور ده، فيبقى اكس ماينس 2 ملتبلاي الاكس بقت اكس ملتبلاي اكس ماينس 2. تمام؟ قال لي تمام. بعد كده هقول له بلس 1 ملتبلاي اكس اللي يدينا اكس. كده انا جبت له الان اوف اكس. بعد كده بقى اجيب له مين؟ قال له والله هجيب له الان انفرس. اجيب له مين يا حبيبي؟ الان انفرس. فهمناها كده ازاي؟ طيب نجيب له الان انفرس، يبقى انا عندي من هنا، وفي واحد ممكن يقول لي يا مستر ده انا ممكن اعمل لها سمبلفاي والكلام ده كله، يعني ممكن اقول له اكس ملتبلاي اكس وذا باور ملتبلاي اكس، كل الكلام ده كله عادي مفيش مشكله. تمام؟ يعني انا ممكن اجمعها وبعد كده اعمل لها ايه؟ فاكتورايزيشن عادي خالص مفيش مشكله. ماشي يا شباب؟ يعني انت ممكن تجمعها وممكن تسيبها زي ما هي كده. طيب ممكن اقول له والله ابسطها يا عم، مش مشكله، يعني انا ممكن ابسطها كمان. اقول له الان اوف اكس ايكوال، يلا ادي الاكس ماينس 2 تحت، اللي فوق اكس ملتبلاي اكس اللي ادينا اكس ذا باور 2، اكس ملتبلاي 2 او ملتبلاي نيجاتيف 2 اللي ادينا نيجاتيف 2 اكس بلس الاكس، يعني كل ده ايكوال. انا عندي من هنا بقى نيجاتيف 2 اكس، واكس ادينا كام؟ قال ادينا نيجاتيف اكس بس، يبقى بقت اكس ذا باور 2 ماينس الاكس اوفر اكس ماينس 2. طيب طب انا ممكن اعمل ايه كمان؟ قال لي ممكن اخد منها اللي فوق كمان فاكتور، صح ولا لا؟ اه، يبقى نظبط بس شكل المساله، يبقى اقول له كل ده ايكوال اهو. قلنا اللي فوق دي هتبقى عباره عن مين؟ قال عباره عن اكس تو ذا باور 2 ماينس الاكس اوفر اكس ماينس 2. قلنا اللي فوق ممكن ناخد منها كومان فاكتور، طب جميل، يبقى اقول له ايكوال ونشد شرط الكسر. هاخد من الاكس كومان فاكتور، يبقى او الاكس تو ذا باور 2 والاكس كومان فاكتور هتفضل لي مين بقى؟ قال هيبقى عندي هنا اكس واقول له اكس ماينس 1 ها اوفر الاكس ماينس 2. كده انا جبتها في السمبلستون ده لمين؟ قال للان بس، انا كده ما اختصرتش، انا كده جبتها له الان اوف اكس. عايز اجيب له مين كمان؟ انا عايز اجيب له الان انفرس، يبقى اقول له بقى من هنا الان انفرس اوف اكس ايكوالز، اشقلب الكسر بقى، هيبقى عباره عن اكس ماينس 2 اوفر مين؟ او الاكس ماينس 2 دي احط في الدينومينيتور، احطها فوق في النومينيتور، اكس ماينس 2 اوفر اكس ملتبلاي اكس ماينس 1. من هنا اجيب له الدومين، اساوي الدينومينيتور والنومينيتور بالزيرو، فيبقى انا عندي الاكس ايكوال 0، ودي سواء بالزيرو يعني منها الاكس ايكوال 1، اساوي ده بالزيرو يعني منها الاكس ايكوال 2، يبقى انا هنا اقول له ان الدومين تمام اوف ان انفرس ايكوال اوف ان انفرس مين؟ ايكوال ار ماينس 0 وال1 وال2. تمام؟ قال لي تمام. طيب بعد كده اجيبها في السمبلست فورم، لا هي كده اصلا في السمبلست فورم. تمام كده يا شباب؟ يبقى انا كده جبتها له مين اصلا؟ هي كده كده اصلا ايه؟ في السمبلست فورم. ليه؟ لان مفيش حاجه هنا اختصرها مع بعضها. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ نروح بقى للي بعده نمبر 8. بقول انا برضه عايز اجيب هنا، بقول انا عندي ان اوف اكس ايكوال الكلام ده كله، واللي فايند ان اوف اكس in the simplest form
بعد كده identify the its domain and find n of 1. طيب يا سيد يبقى انا هنا بابا اجيب اعمل ايه؟ قال له والله الاولانيه اعمل لها فاكتورايزيشن عادي. يبقى من هنا اقول له n of x equal اهو ادي n of x equal ونشد شرطه الكسر اللي فوق. قال لي اعمل له difference between two squares يبقى افتح two brackets هيبقى عباره عن x و x sin واحده نيجاتيف ارجع يبقى اقول له sin واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف وال49 عباره عن 7 multiply 7 تبقى خيبه لو انت مش عارف كده. بعد كده اللي تحت ممكن اعمل لها فاكتورايزيشن واقول له براكت صغير وبراكت كبير يلا هيبقى عباره كيوب روت الاكس باور 3 قال لي باكس كيوب روت لل8 قال لي ب2 وعنده الساين نيجاتيف اخليها نيجاتيف. بعد كده هقول له البراكت الصغير او البراكت الكبير بجيبه من البراكت الصغير بقول له الاولاني تو ذا باور 2 يعني اكس باور 2 بعد كده بلس فيرست ملتبلاي سكند 2 ملتبلاي اكس اللي يدينا 2 اكس الاخير تو ذا باور 2 يدينا كام؟ قال لي بلس 4. هقول له الديفايد تتحول لملتبلاي واللي تحت يطلع فوق واللي فوق يطلع تحت يبقى انا عندي من هنا هقول له ادي اكس ماينس 2 واللي هنا هقول له اكس بلس 7 تمام قال لي تمام. بعد كده اساوي الدينومينيتور بالزيرو يبقى من هنا اقول له الاكس ماينس 2 ايكوال 0 يعني منها الاكس ايكوال كام؟ قال لي 2. ده ما ينفعش اسويه بالزيرو البراكت الكبير ما ينفعش اسويه بالزيرو يبقى انا ماليش دعوه بيها خلاص بقى قلناها مليون مره يبقى انا ديت هي اللي سواها بالزيرو يبقى انا عندي الاكس بلس 7 ايكوال 0 يعني منها الاكس ايكوال كام؟ قال لي نيجاتيف 7. يبقى من هنا اقول له ان الدومين تمام اوف ان ايكوال ار ماينس 2 و النيجاتيف 7 تمام قال تمام. بعد كده اجيبها في سمبلست فورم. طيب يا سيدي انا عندي من هنا اللهم صل على سيدنا محمد اكس ماينس 7 او اكس ماينس 2 تروح مع اكس ماينس 2 اكس بلس 7 تروح مع اكس بلس 7 يتفضل لي ان الان اوف اكس ايكوال ها عباره عن مين؟ قال لي اكس ماينس 7 اوفر مين؟ اكس تو ذا باور 2 بلس 2x بلس 4 تمام قال لي تمام. طب جميل بعد كده بقى بقول انا عاوز مين؟ n اوف 1. طب n اوف 1 يعني شيل x وحط مكانها 1 فاقول له من هنا ادي n اوف 1 ايكوال شيل x وحط 1 فيبقى عباره عن مين؟ قال لي 1 ماينس 7 اوفر هيبقى 1 بلس 2 ملتبلاي 1 اللي هي ب 2 بلس 4 تمام قال لي تمام. فيبقى 1 ماينس 7 اللي هي بنيجاتيف 6 اوفر 1 و 4 قال لي ب 3 و 4 يدينا 7 بقت نيجاتيف 6 اوفر مين؟ قال لي نيجاتيف 6 اوفر 7. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ نروح للي بعده. اللي بعده عندي هنا نمبر 9 بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي برضه اف ان اوف اكس ايكوال الكلام ده كله عاوز مين؟ عاوز الان اوف اكس ان سمبلست فورم شوينج ذا دومين وعايز الان اوف 7 والان اوف مين اوف 3. طب يا سيد قول له ادي الان اوف اكس ايكوال اللي فوق ممكن اخد منها مين؟ قال له والله كومان فاكتور. طيب لو خدت منها الاكس كومان فاكتور اتفضل لي مين؟ قال لي اكس وذا باور 2 ماينس الاكس ماينس ال2. طيب واللي تحت قال لي ممكن اعمل لها فاكتورايزيشن اهو ادي اكس وذا باور 2 هيبقى عباره عن اكس واكس كده الساين الاخيره بوزيتيف الاثنين شبه في الميدل نيجاتيف 6 عباره عن 2 ملتبلاي 3 واقول له الديفايد تتحول لملتبلاي تمام قال لي تمام. واهو اللي تحت ده يطلع فوق في النمريتور بس اعمل له فاكتورايزيشن يبقى عباره عن اكس واكس تمام الله. واقول له ال15 عباره عن مين؟ ال5 ملتبلاي 3 والكبير بياخد الساين اللي في الميدل يعني في الميدل بوزيتيف يبقى انا عند البوزيتيف عند ال5 وال3 هنا. اللي تحت ده او اللي فوق ده ينزل تحت فاخد منه الاكس او الاكس كومان فاكتور اتفضل لي اكس باور 2 بلس ال6 اكس بلس ال5. طب جميل انا اللي فوق دايما انا ممكن احللها اكس باور 2 لو كتبناها كده اكس باور 2 ماينس الاكس ماينس ال2 افتح 2 براكتس واحللها بالمره تمام يا شباب. يبقى انت ممكن تعملها على خطوتين انما احنا هنا عشان الوقت بس فاقول لها اعملها ازاي. افتح 2 براكتس اهو هيبقى عباره عن اكس واكس الساين الاخيره نيجاتيف يبقى واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف والتوب 2 عباره من 2 ملتبلاي 1 يبقى دي 2 وادي ال1. هنا برضو دي ممكن اعمل لها فاكتورايزيشن اهو يبقى احنا نجيب ده هيك ده اهو تمام ونعمل لها ايه فاكتورايزيشن نزلها تحت هفتح 2 براكتس تمام هيبقى عباره عن اكس واكس وال5 عباره عن 2 ملتبلاي وال5 عباره عن 5 ملتبلاي 1 ولا ايه 5 ملتبلاي 1 والاثنين الساين هيبقوا بوزيتيف شبه اللي في الميدل. طب بعد كده اجيب مين؟ قال له والله هجيب الدومين من عندي من هنا ساوي دي بالزيرو يبقى منها الاكس ايكوال 2 ساوي ده بالزيرو يعني منها الاكس ايكوال 3 ساوي ده بالزيرو يعني منها الاكس ايكوال 0 ساوي ده بالزيرو يعني منها الاكس ايكوال نيجاتيف 5 ساوي ده بالزيرو يعني منها الاكس ايكوال نيجاتيف 1 تمام قال تمام. يبقى من هنا اقول له ان الدومين ها اوف ان ايكوال ار ماينس مين هيبقى 2 وال 3 والزيرو والنيجاتيف 5 ومين قال لي وي ال1 تمام قال لي تمام. طب جميل بعد كده اجيبها في السمبلست فورم ده يروح مع ده اكس بلس 1 تروح مع اكس بلس 1 بعد كده اكس ماينس 3 تروح مع اكس ماينس 3 اكس بلس 5 تروح مع اكس ماينس 5 والاكس تروح مع الاكس. يبقى انا عندي من هنا هقول له ان الان اهو نقول له بقى ان الان
of x equals كام؟ قال لي 1. طيب بص يا ابني، هو بيقول لي انا عاوز مين؟ قال لي ال n of 7. يعني انا عندي يا بابا شيل x وحط مكانها كام؟ 7. طب يبقى انا عندي من هنا ال n of 7، هو انا في حاجه هنا اصلا عشان اعوض بها يا ابني؟ قال لي لا، يبقى كده كده الناتج لازم يطلع لي 1. طب n of 3، قال لي 3 دي اشوفها موجوده معايا في الدومين ولا لا؟ ده هي اصلا بره الدومين. اما انا بقول له الدومين هو عباره عن ال r minus الكلام ده كله، يعني الكلام ده كله مش معايا، يبقى معنى كده ان ال n of 3 هقول له ايه بقى؟ هقول له والله دي undefined، يبقى اقول له كده n of 3 undefined. هتطلع ايه يا شباب؟ اقول له undefined. ليه؟ لان انا عندي من هنا ان النيجاتيف 3 او 3 اصلا اللي هو طالبها مني دي مش موجوده في الدومين، يبقى انا عندي من هنا اقول له ان 3 doesn't belong to مين؟ هقول له to the domain. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ نروح للي بعده. اللي بعدها نمبر 10 بيقول لي برضه انا عاوز اجيب ال n او ال f of x، والمره دي بقى f of x in the simplest form showing the domain. عند بيقول لي لو انا عندي ال f of a equal 1 over 3 find مين؟ قال لي الفاليو بتاعت الايه. طب بص يا اول حاجه هقول له انا عندي من هنا ال f of x equal، يبقى اقول له كده اهو ال f اهو f of x equal، ونشد شرط الكسر اللي فوق ممكن اعمله factorization. طيب يبقى افتح تو براكتس، هيبقى عباره عن مين؟ قال لي x و x، الساين الاخيره نيجاتيف، واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، وال 15 عباره عن 3 multiply 5، يبقى ال 5 الكبيره تاخد النيجاتيف وال 3 تاخد البوزيتيف. اللي تحت اعمل له factorization تو براكتس، عباره عن x و x نيجاتيف وبوزيتيف، وال9 عباره عن 3 مالتبلاي 3، اقول له ديفايد تتحول لمالتبلاي اهو تمام، واللي تحت ممكن اطلعه فوق فيبقى عباره عن الاكس واخد منه كمان فاكتور، ده اخد منه كمان فاكتور فيبقى اكس ماينس 3، ده بقى اعمل له فاكتورايزيشن اهو اخد منه هيبقى عباره عن اكس واكس، والساين واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، وال25 عباره عن 5 مالتبلاي 5 تمام. الله، بعد كده اساوي الدينومينيتورز والنمريتورز بالزيرو، فالنمريتور الثاني فيبقى انا عندي من هنا هقول له ال x بلس 3 ايكوال 0 يعني منها ال x ايكوال نيجاتيف 3، ساوي ده بالزيرو يعني منها ال x ايكوال 3، ساوي ده بالزيرو يعني منها ال x ايكوال 5، ساوي ده بالزيرو يعني منها ال x ايكوال نيجاتيف 5، ساوي ال x ده بالزيرو يعني منها ال x ايكوال 0، ساوي ده بالزيرو x ماينس 3، عملناها مره. يبقى من هنا اقول له ان الدومين تمام اوف n ايكوال r ماينس ماينس مين؟ يبقى النيجاتيف 3 وال 3 وال 5 والنيجاتيف 5 والزيرو تمام. قال لي تمام. بعد كده اختصر، يلا اكس بلس 3 تروح مع اكس بلس 3، اكس ماينس 5 تروح مع اكس ماينس 5، اكس ماينس 3 تروح مع اكس ماينس 3، اتفضل لي من فوق. قال لي اكس اوفر اكس بلس 5، يبقى انا عندي من هنا اقول له ان اوف اكس ايكوالز اكس اوفر اكس بلس 5. طب بيقول لو انا عندي بقى الاف اوف اكس ده اهي، معلش انا كاتبها ان هي اف، لو انا عندي الاف اوف اكس ده اهي مالها؟ قال لي هي عباره عن ايكوال، قال لي والله لو شلت الاف اوف ايه الناتج يطلع لي 1 اوفر 3، يعني شيل الاكس وحط مكانها ايه الناتج يطلع لي 1 اوفر 3 اوفر 3. يبقى انا من هنا هقول له الاف اوف اي ايكوال هيبقى عباره عن اي اوفر اي بلس 5، كل ده يدينا كام؟ قال لي 1 اوفر 3، كل ده ايكوال كام؟ 1 اوفر 3. من هنا هعملها عن طريق المقص، يلا هيبقى 3 ملتبلاي اي، قال لي ادينا 3 اي ايكوالز اي بلس 5. انا عندي الاي دي تروح الناحيه الثانيه باوبزيت ساين اهو يا سيدي. يبقى انا عندي من هنا هقول له هيبقى 3 اي ماينس ال a ايكوال 5 تمام. قال لي تمام. يبقى بعد كده اعمل ايه؟ اقول له 3 a ماينس a اللي هي 2 a ايكوالز 5. اعمل ايه؟ قال لي 2 دي في النمريتور تروح الناحيه الثانيه في الدنمينيتور، يبقى انا عندي ال a ايكوالز هيبقى 5 اوفر 2. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ نروح للي بعدها نمبر 11. بيقول لي عندي هنا ايه برضو؟ لو انا عندي n of 1 of x و n 2 of x in simplest form، او هو بيقول لي هاتهم لي في simplest form، وبعد كده showing the domain of h1 n1 and n2 ماشي. بيقول لي انا عندي هنا ايه بقى؟ خلي بالك بقى معايا، وكمان بيقول لي اند وير، خلي بالك ان اوف اكس ده اهي هي عباره عن ان 1 اوف اكس ملتبلاي ان 2 اوف اكس، يعني انا هجيب له ان 1 اوف اكس ان ذا سمبلست فورم وان 2 اوف اكس ان سمبلست فورم، وبعد كده هجيب له ان اوف اكس اللي هي عباره عن ملتبلاي الاثنين ده هم مع بعض تمام يا حبيبي. وعاوز الدومين بتاعه الان 1 والان 2 والان تمام كده. طب تمام، ركز بقى معايا عشان المساله دي طويله. فاقول له اول حاجه ايه؟ اقول له الان 1 اوف اكس، يبقى له كده n 1 of x، ادي n 1 of x equals، ونشد شرط الكسر اللي فوق. ركز بقى معايا عشان هنعملها في خطوات مره واحده. يلا اللي فوق هتفضل زي ما هي، ادي 2x plus 7، اللي تحت 2 brackets هو عباره عن 2x و 2x ثانيه نكبر دي شويه اهو. يبقى انا افتح ال 2 brackets هيبقى عباره عن 2x و 2x، الساين واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، وهنا نيجاتيف واقول له 1 و 1. طيب جميل، الديفايد تتحول لمالتبلاي
ونشالي بالكسر. ركز بقى معايا، اللي تحت ده هو عباره عن ديفرنس بتوين تو كيوبز، يبقى انا افتح براكت صغير وبراكت كبير، هيبقى بقى كيوب روت الاكس تو باور 2 او كيوب روت الاكس تو باور 3 اللي هي باكس، وكيوب روت لل8 اللي ب2، يبقى انا عندي هيطلع لي 2x، واقول كيوب روت لل1 اللي ب1، والساين الاخير او الساين دي نيجاتيف يبقى دي نيجاتيف. بعد كده اقول الاولاني تو باور 2 يعني 4 تو باور 4x تو باور 2 فيرست ملتبلاي سكند، ودي بلس عشان دي نيجاتيف، واقول له يدينا 2x، الاخير تو باور 2 يعني اقول له بلس 1. اللي فوق هعمله ازاي؟ قال لي ممكن اشوف لو ينفع اخد منه كومن فاكتور، ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ قال لي افتح تو براكتس او اشوف الاول. مش انا يا حبيبي ده لقيت البراكت الكبير ده هو نفس البراكت ده؟ قال لي اه، بس ثانيه انا عندي هنا مين؟ قال انا عندي هنا 7. تمام، قال لي تمام. وعندي اللي تحت مين؟ قال والله لا ده ثانيه، ده اللي هنا 1. يبقى ما ينفعش يا بابا. لا، يبقى ده احلله، يبقى اللي فوق ده احلله. انا كنت مفكره شبه ده، ما ينفعش، لا اللي فوق ده احلله. طب احلله ازاي؟ قال عن طريق المقص اهو. هيبقى عباره عن هنا، اقول له ال4x عباره عن مين؟ قال له عباره عن 2 ملتبلاي 2، يبقى 2x و2x. خليني واد لماح يعني. ال4 او 7 قال له عباره عن 7 ملتبلاي 1. انا عاوز الناتج يدينا مين؟ قال لي 12. اه، يبقى انا ممكن اخلي ال7 هنا وممكن اخلي مين؟ ال1 هنا، هي مش فارقه. تمام، قال لي تمام. طيب 7 ملتبلاي 2 قال يدينا 14، بعد كده 1 ملتبلاي 2 قال يدينا 2، اعمل لهم ماينس عشان الساين الاخيره ماينس يطلع لي ب 12. فعلا ادتني 12. الكبير بعد ما عملت له ملتبليكيشن هو ده ياخد الساين بتاعت اللي في الميدل، اللي في الميدل بوزيتيف. اه، يبقى انا عندي ده اللي ياخد البوزيتيف وده اللي ياخد النيجاتيف. يبقى انا عندي من هنا التو براكتس بتوعي عباره عن 2x ماينس 1 ملتبلاي 2x بلس 7. تمام، قال لي تمام. اساوي بقى الدنوميتور بالزيرو، لما اساوي ده بالزيرو قال لي يبقى منها 2x بلس 1 ايكوال 0، يبقى منها 2x ايكوالز نيجاتيف 1، يبقى منها الx ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 2. طب اللي بعدها اساوي ده بالزيرو، ما دي عكسها، قال لي يبقى منها الx ايكوال 1 اوفر 2. 2x ماينس 1 عملناها مره، 2x بلس 7 يبقى اقول له 2x بلس 7 ايكوال 0، يعني منها 2x ايكوال نيجاتيف 7، يبقى منها الx ايكوال نيجاتيف 7 اوفر 2. هنا اساوي ده بالزيرو، 2x ماينس 1 عملناها مره، هل ينفع اساوي ده بالزيرو؟ قلنا مليون مره ما ينفعش يا عم، البراكت الكبير من الديفرنس بتوين تو كيوبز ما بيتحللش يا عم. يبقى من هنا اقول له ان الدومين ها اوف ان 1 ايكوال ار ماينس ماينس مين بقى؟ هقول له انا عندي من هنا النيجاتيف 1 او النيجاتيف هاف والهاف والنيجاتيف 7 اوفر 2، والنيجاتيف 7 اوفر 2. تمام، انت كده انا جبت له ان 1، اجيبها في السمبلست فورم. ركز بقى معايا، لسه ما جبناش ده كله، اجيبها في السمبلست فورم. يبقى الان 1 دي اجيبها في السمبلست فورم، اختصر انا عندي 2x بلس 1 تروح مع 2x بلس 1، فين 2x بلس 1؟ فوق ده ما فيش. طب خلاص، انا عندي 2x ماينس 1 هي اللي تروح مع 2x ماينس 1، 2x بلس 7 تروح مع 2x بلس 7. تمام، قال لي تمام. انا عندي ده اهي، اه يتفضل لي من فوق ايه بقى؟ قال لي اتفضل لي ان 1 اوف اكس، هي عباره اقول له بقى انا عندي من هنا ان 1 اوف اكس equals ونشد شرطة كسر. اها، اللي فاضل من فوق قال له عبارة عن 4x to the power 2، اقول له ادي 4x to the power 2 plus 2x plus 1. اللي فاضل من تحت قال له عبارة عن 2x plus 1 multiply 2x minus 1. تمام، قال لي تمام كده جميل. بعد كده اجيب له ان 2 of x. طيب يبقى ناخد ده هي بابا كده اهو، نكررها تحت بس او ارجع تاني نجيبها تحت عشان نعرف ايه نحلها، واجيب لها برضو الدومين واجيبها في السمبلست فورم. يبقى انا اطلع هنا اقول انا عندي من هنا اهو يا سيدي، يبقى انا عندي من هنا ادي مين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هدي ان 2 في اكس، معلش يا مساله طويله بس شر لابد منه يعني. هنعمل ايه؟ هجيبها في السمبلست فورم. طيب هقول لبابا انا عندي كل ده ايكوال، اللي فوق ممكن اخد لها كومان فاكتور. اه، مين اللي انا ممكن اخده كومان فاكتور؟ قال انا عندي هنا 3 وهنا 12، انا ممكن اخد ال 3 كومان فاكتور. طب جميل، يبقى انا عندي من هنا اقول له بقى لو ما اخد ال 3 كومان فاكتور هتفضل لي من هنا مين؟ اقول له 12 ديفايد 3 اللي في 4 وتفضل لي اكس تو ذا باور 2 ماينس ال 1. من هنا اللي تحت ممكن اخد منها مين؟ ال 3 كومان فاكتور برضه، تفضل لي مين؟ 12 ديفايد 3 اللي في 4، بعد كده اكس تو ذا باور 2 بلس 6 ديفايد 3 اللي ب 2 اكس بلس 1. هقول له ايكوال، اللي فوق ده ممكن اعمل له فاكتورايزيشن هو كمان. اعمل له ازاي؟ قال له والله ديفرنس بتوين تو سكويرز، يبقى انا عندي هنا ادي 3 وافتح تو براكتس 4x ديت هتجيب لها السكوير روت بتاعتها هتبقى عباره عن 2x و2x، وال1 او ان الساين نيجاتيف وبوزيتيف. ارجع تاني، انا عندي من هنا دي هتبقى عباره عن 2x هي كمان نيجاتيف وبوزيتيف اهي، وال1 و1. اللي تحت افتح تو براكت ثانيه بقى 4x تو باور 2 بلس 1. اه، طب ما انا لو بصيت وانا خليني واد لماح، انت طبعا عندك هتبقى صفحه كبيره 4x تو باور 2 بلس 2x بلس 1. طب مش ده كان هو نفس ده؟ يعني ده ما بيتحللش؟ اه، يعني ده كمان هيفضل زي ما هو، ده ماله ما بيتحللش هو كمان. يبقى انا عندي من هنا هقول له ان دي عباره عن مين؟ قال لي 3
مالتبلاي ال 4 اكس اكتبها زي ما هي. خلي بالك من الحته دي لازم تكون واد لماح. انا عندي من هنا بابا دي ما بتتحللش، يبقى دي هي كمان مالها مش هتتحلل، يبقى دي كمان مالها مش هتحلل، يبقى ناخد دي نكررها نحطها بس هنا. فهمناها كده ازاي؟ يبقى انا كده جبت له ان 2 في اكس. طب الدومين بتاعها اللي بساوي الدينومينيتور بالزيرو، هل ينفع اساوي ده هي بالزيرو؟ قلنا دي ما بتتحللش، قلنا مليون مره ما بتتحللش، ده ما بتكلمش هندي. يبقى انا عندي من هنا ان الدومين بتاع ان في 2 اكس هيطلع لي مين؟ الار بس. من هنا اقول والله كده ان الدومين تمام اوف ان 2 اوف اكس ايكوالز مين؟ ار. طب جميل. بعد كده بقول انا عاوز ايه بقى؟ ان اوف اكس بس. طيب ايه هي الان اوف اكس ايكوال ايه؟ قال لي ان 1 اوف اكس ملتبلاي ان 2 اوف اكس. يعني انا من هنا يا بابا هقول له الان اوف اكس ايكوال، ركز بقى معايا، هقول له كده ان اوف اكس ايكوال، هقول له بتساوي مين؟ قال لي والله بتساوي ان 1 اوف اكس اللي هي عندي ده اهي. تمام. يبقى اقول له ناخد دي نكرر ملتبلاي مين؟ ان 2 اوف اكس اللي هي عندي مين؟ اللي هي عندي دي كلها. يبقى اقول له كده ملتبلاي، خلي بالك، وناخد دي كلها تاني نكرر. بس الاول احنا كنا نجيب دي في السمبلست فورم، انا عندي 3 تروح مع ال 3. يتفضل لي بقى من هنا اخد دولت بس. انت فاهم ازاي اخد دول بس يا شباب؟ هم دول ايه اللي معايا. يبقى ناخد دي اهوت ونجيبها تحتها واقول له ملتبلاي الكلام ده كله. بقول له ملتبلاي وانا عندي من هنا ال 3 دي كانت تروح مع ال 3. تمام. قال لي تمام. طب جميل. بعد كده بقى اجيب له مين؟ قال والله ديت في السمبلست فورم هي اصلا متحلله، هي اصلا جايه لي متحلله، مفيش حاجه تتحلل. اجيب الدومين على طول اساوي ده بالزيرو. يبقى انا عندي من هنا ان 2x بلس 1 ايكوال 0، يعني منها 2x ايكوالز نيجاتيف 1، يعني منها الاكس ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 2. اللي بعدها اساوي ده بالزيرو، ده عكسها، يبقى اقول له الاكس ايكوال 1 اوفر 2. اساوي ده بالزيرو ما ينفعش. يبقى انا عندي من هنا يا بابا ايه؟ ركز بقى معايا. هو انا لما اجيب له الدومين بتاع ان 1 اوف اكس وان 2 اوف اكس، هل كده انا خلصت جبت دي وجبت دي؟ قال لي لا ثانيه، ده انا الدومين بتاعي هو بيساوي الدومين بتاع ده اهي بلس الدومين بتاع دي، هما الاثنين. طب الدومين بتاع دي كان بقى والدومين بتاع دي جبنا ال1 والهاف والنيجاتيف 2 الهاف والنيجاتيف هاف. طب ما انا عندي الهاف والنيجاتيف هاف دولت كانوا موجودين فين؟ قال والله برده في الفانكشن الاولانيه اللي هي ان 1 اهي، لو انا بصيتها بص الاقيه موجود في الان 1، وعندي النيجاتيف 7 اوفر 2 موجوده برده في الدومين بتاع الان 1، يبقى لازم اخد النيجاتيف 7 اوفر 2 دي معايا ضمن الدومين. هي كمان لازم اخدها ايه يا شباب؟ ضمن الدومين. يعني انا عندي ده اهي لازم اخدها جوه الدومين هي كمان. ليه؟ لانها تبع الان 1 اوف اكس، فالمجال بتاعها او الدومين بتاعها لازم يتحط فين؟ قال والله في الدومين اللي تحت هنا. يبقى انا عندي من هنا اقول له بقى ان ان تمام، او اقول له كده ان الدومين تمام دومين اوف ان اوف اكس ايكوال ايه؟ هقول له ار ماينس مين؟ هقول له النيجاتيف هاف والهاف ومين؟ اقول له والنيجاتيف 7 اوفر 2 والنيجاتيف 7 اوفر مين؟ والنيجاتيف 7 اوفر 2. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ يبقى انا عندي يا بابا ما انساش الحته دي، لان هما الاثنين عباره عن ملتبليكيشن، فلازم اجيب له الدومين بتاع الاولانيه والدومين بتاع الثانيه واحطهم مع بعض. فهمناها كده ازاي؟ نروح اللي بعدها. اللي بعدها نمبر 12 بيقول لي عندي هنا ايه؟ بيقول لي برضه انا عندي ان اوف اكس، بيقول لي انا عايزها في السمبلست فورم. طب جميل. وبعد كده بيقول لي شوينج ان اوف 2 او عايز الان، او بيقول لي لو انا عندي الان اوف اكس ايكوال 2 فاين فاليو اوف اكس. طب جميل. بص يا عم، اول حاجه انا اخلص الاثنين ده هما اللي جوه مع بعض. تمام. قال لي تمام. طب اخلصهم مع بعض. هقول له انا عندي من هنا ادي الان اوف اكس ايكوال، اللي فوق اشوف لو ينفع اخد منها كومن فاكتور. تمام. قال تمام. اقول له ايكوال، خلي بالك بقى معايا ونشد شرطه كسر، اخلص اللي جوه القوس الاول وبعد كده اجيب مين؟ او بعد كده اعمل ملتبلاي. تمام تمام. طب يا سيدي، هقول له انا عندي من هنا هاخد ال 3 كومن فاكتور، يبقى اقول له من هنا ناخد ال 3 كومن فاكتور اهو. ارجع بس الاول اعمل ده يا عم خط عادي، يبقى اقول له هاخد ال 3 كومن فاكتور اهو، او اعمل قوس كبير نفس القوس اللي موجود عندي اهو. يلا اقول له انا عندي من هنا هاخد مين؟ ال 3 من فوق كومان فاكتور، فادي ال 3. اتفضل لي من هنا مين؟ قال لي اكس بلس 5. تحت هاخد من هنا برده افتح تو براكتس، هبقى عباره عن اكس واكس، الثانيه الاخيره بوزيتيف، يبقى الاثنين شبه اللي في الميدل بوزيتيف، والثاني عباره عن 7 2 ملتبلاي 5. تمام. قال تمام. هقول له بلس، ركز بقى معايا، بلس مين؟ قال لي ده ينفع اعمل له فاكتورايزيشن؟ قال لي لا، يبقى اخده زي ما هو. يبقى انا عندي ده هاخده زي ما هو، اقول له بلس اخد الكلام ده كله زي ما هو. تمام. قال لي تمام. جميل. يبقى انا كده خلصنا الكلام ده كله، ادي اول كوز. اللي بعدها بقى قال لي اعمل لها فاكتورايزيشن هي كمان، يبقى انا عندي من هنا الكوز ده خلص، هقول له ملتبلاي ونشد شرطه كسر. ركز بقى معايا، اللي فوق قال لي اعمل له ديفرنس بتوين تو، او ديفرنس بتوين تو كيوبز، هفتح براكت صغير وبراكت كبير، هيبقى كيوب روت الاكس باور 3 قال لي باكس، وكيوب روت ل 27 قال لي ب 3 ماينس،
اقول له الاولاني تو ذا باور 2 يعني اكس تو ذا باور 2 بلس فيرست مالتبلاي سكند يعني 2 3 اكس بلس الى اخير 9. لو بصيتها بص الاقي ده هو ده، يعني ده ما بيتحللش، يبقى احطه زي ما هو. تمام. بعد كده هناخد ده ونحطه هنا سيت كده جميل. بعد كده بقى اجيب له مين؟ قال والله هجيب له الدومين. اساوي مين؟ قال الدومينيتورز بالزيرو. طيب هساوي الدومينيتور بالزيرو، اقول ان عندي من هنا الاكس بلس 2 5 ايكوال 0 يعني منها الاكس ايكوال نيجاتيف 5. تمام قال تمام. طب بعدها ساوي ده بالزيرو، اكس بلس 2 ايكوال 0 يعني منها الاكس ايكوال نيجاتيف 2. ساوي ده بالزيرو يعني منها الاكس برضو بلس 2 منها مره. طب ساوي ده بالزيرو، قال لي ما ينفعش لان ده ما بيتحللش. يبقى انا عندي من هنا اقول له ان الدومين تمام اوف ان ايكوال ار ماينس مين النيجاتيف 5 والنيجاتيف 2. تمام تمام. بعد كده اجيبها في السمبلست فورم. طيب بص بقى معايا عشان المساله دي هتبقى ايه طويله شويه. الاول اختصر، لو في حاجه عندي تروح مع بعضها. انا عندي من هنا اكس بلس 5 تروح مع اكس بلس 5. تمام قال لي تمام. طيب عندي من هنا قال لي ده كله يروح مع ده كله. اتفضل لي بقى في الاولانيه، اقول له انا عندي الان اوف اكس ايكوال اللي جوه القوس الاول، فاضل مين جوه القوس؟ قال لي 3، اقول له ادي 3 اوفر الاكس بلس 2، اقول له بلس اللي هنا قال لي اكس بلس 2 بلس مين؟ قال لي 2 اكس بلس 1، واقول له كل ده مالتبلاي مين؟ قال لي فوق قال لي اكس ماينس 3. طب ركز بقى معايا، انا عندي من هنا الدينومينيتور شبه الدينومينيتور اهو، الدينومينيتور شبه الدينومينيتور، احط الدينومينيتور زي ما هو اكس بلس 2، بقول له الان اوف اكس ايكوالز، احط الدينومينيتور قال لي اكس بلس 2 واجمع هيبقى 2 اكس بلس 1 بلس 3 يعني يدينا 2 اكس بلس 4. كل ده مالتبلاي الاكس ماينس 3. من فوق قال لي ممكن اخد مين؟ ال 2 كومان فاكتور، بقول له ايكوال، انا عندي هنا ادي اكس ماينس 3. فلو خدت ال 2 كومان فاكتور اتفضل لي مين؟ قال لي اكس بلس 2 اوفر اكس بلس 2، كل ده مالتبلاي الاكس ماينس 3. من هنا هبص الاقي الاكس بلس 2 تروح مع الاكس بلس 2، اتفضل لي ان 2 مالتبلاي اكس ماينس 3. يبقى انا كده جبتها له مين؟ في السمبلست فورم. فهمنا كده يا شباب؟ طيب كده الان اوف اكس بيقول لي ايه بقى؟ ولو انا عندي الان اوف اكس ايكوال 2 عايز الفاليو بتاعت الاكس، يعني شيل اكس وحط مكانها كام يا عم؟ قال لي والله كل ده اهو بقى هقول له. يبقى انا عندي من هنا الان اوف اكس ايكوال 2، لما اشولها اشيل الاكس واحط مكانها كام؟ او اقول انا اساوي ده كله بال 2، يبقى انا عندي من هنا ان اقول له 2 ها مالتبلاي مين؟ اقول له مالتبلاي الاكس ماينس 3، كل ده يدينا كام؟ قال لي كل ده يدينا 2. تمام؟ قال لي تمام. طب جميل يا سيدي. بعد كده انا عندي من هنا ادخل 2 هنا يا بابا، او ممكن اعمل ايه؟ قال لي والله ممكن اعمل، اللهم صل على سيدنا محمد، من هنا اقول له انا عندي من هنا ممكن اعمل ديفايد 2 واعمل هنا ديفايد 2. تمام ده تروح مع بعضها ودي تروح مع بعضها. اتفضل لي ان الاكس ماينس 3 ايكوالز 1، انا عندي ال1 يروح الناحيه الثانيه بابز الساين، يبقى منها الاكس ايكوال كام؟ قال لي 4، 1 بلس 3 يدينا 4. يبقى انا كده جبت له مين؟ الفاليو بتاعت الاكس. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ نروح للي بعده. اللي بعدها بقى بيقول لي عندي هنا ايه؟ فور اكس اند بيوبلز، يا رب تكون معايا ومركز. بيقول لي انا عندي ال1 اوف اكس ايكوال الكلام ده كله، ان فور ان 1 اوف اكس ايكوال الكلام ده كله. بيقول لي انا عاوز الان 1 انفرس اوف اكس، او هو لا معلش ده هو مديني الان 1 انفرس الاكس، بيقول لي فايند ذا فاليو اوف ايه؟ عاوز الفاليو بتاعت الايه؟ طب يا عم الموضوع سهل، مش انا عندي دي الان اوف اكس الله الان انفرس اللي بشقلبها، يبقى من هنا اقول له الان انفرس اوف اكس ايكوال واشقلبها واغير مين؟ قال والله اعمل لها فاكتورايزيشن. ركز بقى معايا، انا عندي من هنا دي في الدينومينيتور احطها تحت في النمريت، او دي في قصدي في الدينومينيتور احطها فوق في النمريت، يبقى انا عندي اكس واكس اهو، هبقى عباره عن مين؟ قال لي اكس واكس، الساين الاخيره نيجاتيف يبقى واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، الفور اللي عباره عن فور مالتبلاي 1، الكبير ياخد الساين اللي في الميدل، اللي تحت افتح تو براكتس. ركز بقى معايا تمام، الله هيبقى عباره عن اكس واكس، الساين الاخيره بوزيتيف، يبقى انا عندي من هنا الاشارات هيبقى عباره عن مين؟ قال والله الاثنين شبه اللي في الميدل، في الميدل نيجاتيف يبقى الاثنين نيجاتيف. ركز بقى معايا قوي في الحته دي قوي قوي. طيب بعد كده هو انا يا بابا ايه؟ مش بقول له المفروض الاثنين ده هم بيساووا بعض؟ ديت هي هيها ايكوال اكس بلس 1 اوفر الاكس ماينس 3 الله، يبقى انا عندي من هنا ان لازم يكون في اكس ماينس مين؟ ماينس 3. يبقى الثانيه لازم تكون ايه؟ قال لي اكس ماينس مين؟ قال لي اكس ماينس الفور. ليه؟ قال لي عشان هما الاثنين يروحوا مع بعض. تمام كده حبيبي؟ تمام. طب انا ممكن يا مستر هعملها له كده؟ قال لي لا ده انا هعمل ايه؟ قال لي والله ده انا هكتب ده، ما انا ما اعرفش هيتحلل ازاي. تمام؟ فانا هعمل ايه؟ هقول له المفروض ان هو ده هو كله بيساوي مين؟ قال لي الاكس ذا باور 2 بلس الاي اكس بلس مين؟ قال لي بلس الكلام ده كله. تمام؟ قال لي تمام. وابدا احللها بقى من هنا. اقول له يبقى انا عندي من هنا ايه بقى؟ قال لي يبقى المفروض كل ده ايكوال مين؟ قال لي والله ايكوال
الاكس ماينس 3 تمام؟ قال لي تمام. وفي نفس الوقت ايكوال مين؟ قال والله ايكوال الاكس ماينس مين؟ قال والله الاكس بلس 1. تمام كده حبيبي؟ طيب فانا عندي من هنا ممكن اقول له والله على طول ان الاي هتطلع لي بكذا، او اللهم صل على سيدنا محمد. ممكن ثانيه بس نرجع خطوه تاني، انا عندي من هنا قلت لك ان كل ده المفروض يبقى انا عندي هنا اكس ماينس 3 وهنا مين؟ قال الاكس ماينس 4. تمام؟ قال لي تمام، يبقى اكس ماينس 4. عاوز اجيب الاي، يبقى انا من هنا هقول له ان المفروض كل دولت اعملهم مين؟ قال والله بسويهم كل دولت اسويهم بده، معلش انا اقول له كل ده اسويه بده، يبقى انا عندي الاكس ذا باور 2 ماينس الاي اكس بلس 12 كل ده ايكوالز مين؟ هقول له الاكس ماينس 3 ملتي بلاي الاكس ماينس 4. طب انا يا بابا من هنا الموضوع ده سهل، هجيبها له ازاي؟ ادي اكس ماينس 4، هجيب له الاكس ازاي او اجيب له الاي ازاي؟ قال لي الموضوع سهل، هقول له والله اعمل الاثنين دول ملتي بلاي في بعض، في اكس ملتي بلاي اكس قال ادينا اكس ذا باور 2، بعد كده ده ملتبلايد او اللهم صل محمد هاخد الاكس برده او معلش هاخد الاكس اعمل لها ملتبلاي الاخير، فيبقى اكس ملتبلاي نيجاتيف 4 يدينا نيجاتيف 4 اكس، بعد كده ده ملتبلاي ده يدينا نيجاتيف 3 اكس، بعد كده الاخير ملتبلاي الاخير يبقى 3 ملتبلاي 4 اللي يدينا 12 ونيجاتيف ملتبلاي نيجاتيف يدينا بوزيتيف. تمام؟ اجمع يبقى دي اكس ذا باور 2 نيجاتيف 4 اكس ونيجاتيف 3 اكس يدينا نيجاتيف 7 اكس بلس 12. الله، طب ما انا عندي ده هو ده، يبقى عندي هنا دي 12 مش عارف ليه كاتبها 2، انا عندي هنا نيجاتيف 7 اكس وهنا نيجاتيف اي اكس، يبقى من هنا اقول له الاي ايكوال كام؟ قال الاي ايكوال 7 بس. فهمناها كده ازاي؟ نروح للي بعده. اللي بعدها بقى اخر كويشن معايا هنا في الاكسرسايز ده، معلش هو كان بارت 2 طويل شويه ولكن بقى ايه نخلص. يلا يا سيدي، بقول انا عندي من هنا في نمبر 2 بقول انا عايز ايه؟ بقول انا عاوز الان اوف اكس ان سمبلست فورم وعاوز الان 1 والان 2 او الان اوف 1 والان اوف 2. طيب اول حاجه مش انا عندي ان اوف اكس اهي، هقول له ايكوال اللي فوق ده يا بابا هكتبه زي ما هو. ليه؟ هقول لك دلوقتي ليه. يبقى انا عندي من هنا ادي الاكس بلس اكس ماينس مين او الاي اوفر الله محمد بلس 1 اوفر اكس ماينس 2، علامه الديفايد دي حولها لديفايد كده بس واعمل ايه؟ قال له والله واكتب الثاني زي ما هو بس. يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده بدات ابسط المساله. طب جميل. بعد كده بقى قال لي والله اللي فوق دي بقى ابدا احللها واللي تحت ابدا احللها وهكذا. طب يا سيدي انا عندي من هنا الدينومينيتور بتاع دي قال لي ب1، يبقى اقول له كل ده ايكوال، هعمل ملتبلاي للتو دينومينيتورز ببعض اكس ماينس 1 او اكس ماينس 2 ملتبلاي 1 قال لي ادينا اكس ماينس 2. هقول له بعد كده ده ملتبلاي ده فاكس ملتبلاي اكس ماينس 2 يبقى ده اكس ملتبلاي اكس ماينس 2. تمام؟ قال تمام. اقول له بعد كده 1 ملتبلاي 1 يبقى اقول له بلس 1، واقول له ديفايدد باي ده انا عندي من هنا برده نفس النظام اهو، كل ده الدينومينيتور بتاع 1 بعمل لهم الاثنين ملتبلاي في بعض فخلي الدينومينيتور زي ما هنا هيبقى اكس ماينس 2. بعد كده هقول له ده ملتبلاي ده فيبقى عباره عن 4x ملتبلاي x ماينس 2، واقول له 1 ملتبلاي 4 قال ادينا 4. تمام؟ يبقى اقول له بلس 4. جميل. بعد كده هقول له والله انا عندي من هنا اجمع يا بابا، يبقى x خلي بالك دي كانت بلس 1 x ملتبلاي x قال ادينا مين؟ قال لي x تو ذا باور 2. بعد كده اقول له x ماينس 2 او x ملتبلاي نيجاتيف 2 ادينا نيجاتيف 2x. بعد كده اقول له بلس 1 اللي تحت هعملها ازاي؟ اللي عباره عن افتح 2 براكتس او افتح هنا اقول له هيبقى عباره او هتبقى عباره عن اكس ماينس 2 زي ما هي، هتبقى اكس ماينس 2. هقول له ديفايدد باي، ركز بقى معايا، دي الاكس ماينس 2 هتفضل زي ما هي اكس ماينس 2، اللي فوق هقول له 4 اكس ملتبلاي اكس اللي يدينا 4 اكس تو ذا باور 2 كده 4 اكس ملتبلاي 2 اللي يدينا نيجاتيف 8 اكس بلس 4. تمام؟ قال لي تمام. من هنا هقول له بقى ركز معايا كده عشان نحولها مره واحده، اقول له كل ده ايكوال، اللي فوق دي اعمل لها فاكتورايزيشن عادي، اخد من هنا اقول له افتح تو براكتس اهو بعد التو براكتس هيبقى اكس واكس، الساين الاخيره بوزيتيف يبقى الاثنين شبه اللي في الميدل نيجاتيف، وال1 عباره عن 1 ملتبلاي 1. هنا اقول له اوفر اكس ماينس 2، اقول له ملتبلاي، ركز بقى معايا، اكس ماينس 2 دي نحطها فوق في النمريتور يبقى دي اكس ماينس 2 اهو. اللي تحت ده اللي ممكن اخد منه الفور كومان فاكتور، هتفضل لي مين؟ قال لي اكس ذا باور 2 ماينس او لا ثانيه اقول له بقى 8 ديفايدد 4 يطلع لي 2 اكس بلس 1. طيب اكس ذا باور 2 ماينس 2 اكس بلس 1 تم، دي هيها ده اهي، يعني حللها بمين؟ قال لي اكس ماينس 1 ملتبلاي اكس ماينس 1، يبقى انا ممكن اشيل له ده اهي كلها اهي. تمام يا شباب؟ واحلل اهو ناخدها بس تحت كده اهو عشان الطلبه ايه ما تخبلش، يبقى انا عندي ممكن اشيل له ده اهي كلها واعملها ازاي؟ قال والله واحط لها الفاكتورايزيشن بتاعها، واحط لها مين؟ الفاكتورايزيشن اللي موجود هنا اللي هو مين بقى؟ اقول انا عندي من هنا عباره عن كاني بقول له اكس ماينس 1 ملتبلاي اكس ماينس 1. تمام؟ وابدا اجيب مين؟ الدومين بقى هنا قبل ما اختصر، هقول له دومين اساوي ده بالزيرو يبقى الاكس ايكوال 2،
اساوي ده بالزيرو اهو، يبقى منها الاكس ماينس 1 ايكوال زيرو، يعني منها الاكس ايكوال 1. ساوي ده بالزيرو خلاص جبناها مره، اكس ماينس 2 جبناها مره، يبقى انا عندي من هنا اقول له ان الدومين تمام اوف ان ايكوال ار ماينس ماينس مين بقى؟ هقول له 2 وال 1 ال 2 وال 1 تمام. قال لي تمام. طيب بقول انا عاوز ان اوف 1 وان اوف 2. ان اوف 1 قال لي ال 1 اصلا يا مستر مش موجود معايا في الدومين، يبقى انا من هنا اقول له ده مالها انديفايند، يبقى اقول له مالها حبيبي انديفايند، يبقى اقول له من هنا كده اهو ان اوف 1 ركز بقى معايا، هقول له الان اوف 1 او اجيبها الاول في السمبلست فورم، اختصر الاول انا عندي من هنا اكس ماينس 2 تروح مع اكس ماينس 2، اكس ماينس 1 تروح مع اكس ماينس 1، واكس ماينس 1 تروح مع اكس ماينس 1، اتفضل لي الان اوف اكس ايكوال كام؟ قال لي 1 اوفر ال 4، 1 ما فيش حاجه هنا وتحت ال 4. طب هقول له بقى الان اوف 1 هتبقى ايه؟ انديفايند. ان ايه يا شباب؟ هقول له انديفايند تمام. ليه؟ لان انا عندي من هنا غير معرفه يا بابا، لان انا عندي ان ال 1 اقول له كده، لان ال 1 doesn't belong to مين؟ هقول له to the domain. ال 1 مش موجود فين يا شباب؟ قال لي في الدومين. طيب ال 8 هقول له بقى ان اوف 8 ال ان اوف 8 ايكوال ايه؟ قال لي اصلا يا مستر ده ما فيش اكس عوض فيها هنا، يبقى كده كده دي اصلا كونستانت فانكشن، يبقى مهما عوض باي رقم الناتج لازم يطلع لي بكام؟ قال لي ب 1 اوفر 4. يبقى انا عندي من هنا برضه هتطلع لي بكام يا شباب؟ قال لي ب 1 اوفر 4. فهمناها كده ازاي؟ ونكون كده ان شاء الله خلصنا الاكسرسايز ده كامل. معلش هو كان طويل شويه، فوق الساعه وشويه، ولكن ان شاء الله يعني يكون سهل وتكونوا فهمتوه. لو عجبك الشرح ما تنساش تدعمنا لايك وكومنت سبسكرايب في القناه، واشوفكم على خير ان شاء الله في السيشن الجايه واكسرسايز جديد. مع السلامه.